سلام سلام كميت أني حكوم كبرات تخاتاتلتي حدا مدب حيدنا مسئنا لنا قرب ناتزاننا هنسمع ذل لنا حدا قداسي بروغراميو بفلايك أنا بتوش تعدي ذلو مالزة أكسس يبلونا إنترنت بن حبيرنا هلاتنا هنسمعو نزارة ربولو سلزة دلي كان ذتر إيوانا إلومي يا رأستنا جناح الأجزين قبرو ذلنا مالتي كاب موت هاجر نايك أبري بروتوكول ذا قدسوم جنرالات إرترا ذبلي خوون كل تسلس تقدستي نتوتات كان العلينا كم لسكمي يغريتا غروب دونجي مزيه هاي تحازو لي يا كبرات هاتا تلتنا كنزتري وزلخوم نايلومي أرستنا جينا خلاك دينا نازلنا عن توي يا بحبريت هذا تكوري
ميتنا كايدنا حجدما وغن إثيوبيا ذلو كتسالي زعباتاتنا عسب قداي وابتي بحتاوي خون وابتي منقستاوي وكمتو يبتلاقا قامو نبلو زقننا كلو بكا أفدق بحري ملكتنا ايو قدمت الامومنا ايام يهودك وياني حجي بكا هنم لسول اللنا تباهيلو وابت كلو هزبي كتسالي قسواتي زقبرو لذلو ولا دوم قليو مامونغون إسراعات ناي أبي قاومو ذنو بروخي طرفه إثيوبيا ويان بتي عبتقرائي ذنو بروكينات مالتيو بكار نزي أجندا زخن بدبدو إخا اتريئي نلو معالتي كان دي بار استمنا الوات كتريئي ومنتي كأروالكم مو أسب يمان نات ذبل أرستي تواهيبو حد ريوت بحال معكن دينا اللو ناي إثيوبيا مالتي يوتيوب شانل سفيح كالمتاي غبيرو نيرو مس حد ناي حقق إلا مالتي وكم زي تريو دلهم كلالين ناي وبعلو أتو هاي لماريام ريز بحال مسلني اسكي وهن ريهنا مستمع هو عبد الله كمتي رئيس تكتا تعرش يتيبيا لو على وينتنا يزعطو سلها قراتو قد دكتور ياقوب هيدا مريم زباري تناي حقك إلائيو يتيبيا الهراوي تكموت إلائي وعلى أبراو درجاونا في كاب سفل عليه لو على وينتنا كباكتات عدنا إرواندا نايجونو سايد مقابايا أو خيدو أبناي كاميرون ناي نايجريان ون ناي حقس إلا خوينو كالما كفكبيا مقرل وين مودكو غيرو دنبر أيو يهنن يا بحر بر يمع بحطة وينة حتى كاوينة موقت كتري وخلها لك حمد علي أحمد جمر الله مالتي كما ساسال من قديو تتفوز لبول عينت يه عالم النقاقر يتيبيا من قست عقل ينخل أنتن أبي أحمد دل على النت بتاعت ناي يتشنفنا يتناهفو مالتي بحطوطاتي تطالو لكازيتين تيدروس البحر عالو ريوت يبحر بغ يمال يتبتاكتنا لا تسفاتنا ناس ملكتو اي تنس براويو مسلني قن بتعمل لك حطوهم كروفاتهم حرازي في الليب دعباتنا ايرتراب وداي مفلاي ايه بحري قلز ملكت خبقاتهم تزي قريبو اي سنفين مالي سخبتي حاسش او نهز بتقرأي بطريقو بحالي ورمناتشو كبزا استواتو دكتور ياقوب بيقولوا انا ابو مين احنا مجمريا دين كان دخلوا تصنحكو كان ذا برسون لنا يزلنا يا غلغلوا من ايطاليا كم لنا هنا خلوا مالتي بلفومتم اليكس ادغزلوا ناي ارترا ثم جنرالات بقندو كفتهنيا قبي مكل خال هاجرنا ارترا زبحالو بزعبا زفعراز بحري ياقوب بهاجريتو اسكون هاجر اندموتت كلا هاجر اندطفت كلا فهمت انزاناي اتو ابراهيم سجد كتصنحكو تصنحكو زي على 50 سات ارترا ሬሽና ኢትዮጵያ ውስጥ ቆርነት ምራ ነበሩ ዘረፎ ደርፊ ላይ ቃንዛ ማለት በግፍ ለበርካታ ወራት ይታሰባል ባለይ ተዘንግዒ ዝብሎ ዝነበረ ሕጅኻ ይሄ ሁሉ ታሪክ ኢትዮጵያ ባህር በር ጥያቄ ሰኝ ግሩም መጻፍ ጽፎ ማለት ነው ሁሉ ኤርትራው ዝፈልጦ ወንዴ መስዋዕቲ ብጅግንነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለ እናጽነት ተረኺቡ ኢትዮጵያችን የባህር በር ራኸናይ አበን ይት እንድናደርግ ሁኔሩ ዘጣማነቱ መልካም ፈቃዳቸው ከቢሉ አደይ ተላተ ሲሩ ኢትዮጵያ ምሰም ሁሉ ከልባ መሰግናለሁ አህጉራው ተገናኘን ማለስቲ ኮፋይነት ዳዓም ተቀል በሆኑ ጥያቄዎች ለጀመረና እጂ ግን ድህረቱ ሁሉ ዋናት አንድ ጽሁፍ ወጣው ማብቲ ወልሎት ያጥራል ሲነበሩ ጀነራላ አድላ ጥፈት ከላ ጽሁፍ ይታወቃልና በቅርቡ መጻፉ ጽሁፍ ላይ ሀደም ስለላይት ሐባቢሮም ኡላውነሽ ከራም ወዲህ የኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ለነውቺ ያለው መንሰይ ያምጥፋ በቆንዱ ልዕሉ ሁሉ ሀገራው ስንት ኤርትራውያን አምጥፋ አንድን ጠቅላይ ሚኒስትር የኔ የሚል ናይት ውጤተኛ ስርዓት ኮይኑ ቁጥሩ ሁሉ ጣሚ ተሳሳስ ሀጅ ግን ቅድምን አዛት ህዝብ ያምሃልና እስከዛሬ ድረስ እዚህ ዘርዓልና ያዋር እስቲ ማለት ነው ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ይወድና ሀገር እንዳጠፈች ንሳተው ምንከለው ይወድ ነው ግን እሱም ለመጀመሪያ ጊዜ ዛባን አይቀብር ፕሮቶኮል ይዘግድ በዚህ አይነት ስጠራ
السرعات كانت جاي فلتاي تبو جيرو بكاي تكملها حجي عبد الله لنكنا كم تأكيبه مرينا أنا ما إن فلتني ناتهم جنرالات ولا منسترات كلهم ذرة خبلوا أقعد أما خمدة مال ذل علنا يوك نايك أبرسنا سرعات خون كله لنكنا حجي حد بريجدر جنرال دانييل قال بحال مالس عارفه سنة سرعات كبروني روابتي مقابر حربين ياتا ترى أي وجاس المزاخر ينعوه زي كنا سنعاتهم قرر سلس دلنا ينبر نسو معالتو خينو وحليف اللهم ريو مال لهم إذن هاي كبر سنة سرعاتي كلها تأكيبا بك جنرالا منسترا قال كلها تأكيبا دحار كنت عانتوي وندرانا نحنا قال لهم أبتسنكر كتب لهم كلها نقر نتهزبو حوث ويمز قاليو أماوتنا أخب لهم أنتي بكا خابز قبون لعليهم لنقرات زموتو حجي نايزي جنرال زموت بفولي ما قد يوم ما خلطاش مقيرو موت سنة سرعات كبرو قيرو ملو ولا بقادي تاون ترى إذا يفلت بكا خم سرعات سفيح شفنايم قيرو ملو مالتي فتي تاشمو حجينا توم جنرالات كدلي هوم كلهم مالتي خموتو لهم ويقال كلا أخوهم كوتاس كوم عينت كم تعانتو يدبلنا يعني عفارة قلبو نحنا زبينا ناتيد بهالي لنا كل يوم قلنا ملأ يبلون ده جناب سنة سرعة قبري فلا اليوم قبره يوم كل جزيل درجاته تعلوه قلنا تنا سنة سرعة قبرنا ناي توم نقول لنا تقبل هجرف معناته يبقى بدرجو بروتوكول علوه هم سرعة ناني أبتي ولا أبتي مقابر حرب نجاتات كل سب قبر خلي جن مالسيتي تقدر عايز بال جن بروتوكول علوه نعم نت نحنا بندازينا خلنا أتي سنة سرعة قبري لك درجاتات يوم ذو طولون يروم نعم نت كم سرعة حد سرعة نخنو تعلون عنا هيبومنا نيروم على تي منستر على عبدو قلب دنبر الأوان سنة سرعة قبره قبر كله كم يخون ذلو تقبع نعم نت حد خفتنا عنا ذ ملكت مالتني منستر دينا ذ ملكت قازيت إني أتاس ذل أخو سمن خون الله كورنيل لي وجنرال لي ويجلد لي جل عين تباهين بقى هم سرعات قازيت إني أتاس ذل أخلو ويكم دين أطراز تكسرلو ويكع تلفزيون كي ترفع خيرو هم دين أي حجتي وذل لهم تكبروا لهم دابلو يوم ذفلالي وهم على شيء حجي بتعني يوم عبد قد عايز قد سوا دين أي ناي ناي كبري سنة سرعات ناي قلتي هذي الأفكار بعلوه والكمال إحساس كان ذي أفلتو كم سرعة تكمل لنا ذي عدي بزحات بزعبات هي ظلهم هو ذي كونه مسموتو سي كم يسنا سرعة كبرهم خون بزعبو حسب خلوه يوم جنرالات خلوتهم قالوا حلفتي تعميه ذكر مكام على شيء حدي كارديس من عز بقاس سرعة ولا تراسب ترا زيجا أبدق ونابوت أي دقافن تأمن تباهلو مالسنا بعد ذاتون تي ريسونا بعد ذاتو بقشش تزقنزن زي قنزن كي ترى فهمت فلالي وخابوس تبقى سيج أجي خمسة تريوان بقى ناي قبل سنة سرعات قوم كله خلا سب تقود كي تاتمتن مجمع ريكزية تراخب اللوزي مبر هقرا وقداي أي خانا كن تريوان أو أي سمعكم الله سمعكم دلو اسكا ملكة دور لي سمعكم دهالي أنا في ساعة مغيرة تنيحة مثلني هاي طبعا تنيحاني وعلي مو يسمع اللومش رأيو بكا هلا تأكيبا جنرالا منسترا يا كم تريون دلهم بقى سنة سرعة قبرو تبهيلو كل جنرال منستر كادر قال أبدي المجمع مريا قد يدرى أي أبتخال أي راخبني ما بهاجر أو قداي أجد وان زي أجد لنا وان ما لتي كم زيهم توسط أنا حنا هم لسون لنا تقال متى كوفي لنا بحبار كن سمع يدل يدلهم تركب قال متى سلزو هنا ما لتي بفلا كاتم جنرالات كسمعوه منتي زياتهم كنذب لكم دلهو بكا
من يو أمقابر حربين يتحد زقبر من يو قازيتين يزل لأخلو من يو تلفجين زل لأخلو لأولو خمسرع الدوكيمنت اللو بكاقو أدالو ويلوم هيبو منان عنا السيد عابي نقرو اتو بروتوكول نايك سنة سرعة قبري إذا قدسوم كاب هيوتوم يهون كاب هيوت نايت هاقر مالج عبد سعزي اتو هاقر اب حدقا خمزلو دقاق يمنا نتنقو خمزلنا سمعت من حرها ليون بإثيوبيا وجن كاتالون حرها لينا خوينا بدفو جنرال يكون مينستر كال حلفنت مالتي تحتت مالتيو ترى زيغا هي ترى فتاكيبو كلا زبلوز قبا كنتا تيزولوز وانزي سرعتك دفكن بنصارو زعبا سلطانو ترايس لزحسب ايرسراو ترى خيبو كيعل الجرافو بزينا فولوتيكا قداي محبراوي قداياتو خمان محبراوي قداياتو خي قبر أبى حمشت قبل عشر سنين العلن حرت أكيبو تايت ببر لهم تبعه الكا أنا أصلاً فح بلوم يمد الرأي. جنرالات نهر تراكم كم تريهم أب ما قبل سنة سرعات يوهلون مالك أبو يوم بلكم. تخلعي تزر قبل حنتي مرة خبيت كا مستم كند صلعتنا هزبير تراز خنوت أسرائيل كم تي زرعمو كن محجريناكم ذنبرنا أبدون أمتياني رمسلني. رايوم عبد الحجي بفول يوم سنة سرعة قبر غيره ملون زي بريغادير جنرال زي كلهم بعلى حد شيء فريم بعلى عفان قاله ابتدي حريت وين الزاروب يوم كم سرعة خمسين يرو خمسين تاريخ مالتي نهلا زي بعلى دلبسو تاريخي وتو يوم بقولوا له بعلى فليبوس له ونهلا عفان عبد الزارب إذا هنهلكم جنرال حد شيء فريم مالتي أتم سام حراب حنساب تقابيرنا عند هذا الجهار نبر عبد الله تكلفون كل إنام زاخر خونا ناب زعبود زارب الله بزغري وبزح زقد ساكنن تراي نمر أيام تأكلي بزعبا فلتي كان إيرتراب بزعبا مثلا إيرتراب دفن لايك أز حجي هجر تركبوا لذلا ذنت على الواد الحدقة ولا حنت فعرض بهاري بلهم نسو حجي أبي مهلكم ما تنعي أمرا تنجو جدو غير مليلوم دو بروو إتوبيا نسي أبرا بريتوريا أتحنا أخذ راريين أيلوم مالك وانت ما ماشنة تاتشو لالفوتو لتاسر تامتات بنبرو يالتقبا أمرار بلالام كالوتو بحالا اندا أديس متناكر چلوال تقلاي منستر أبي يحمد كبريزدانتي ساياسا فورك إغار بادر رقوت اللبباوي أمرار بلتو منقستات ህዝቦችና የመከላከያ ኃይሎች ዳግም ወዳጅነት ያጠናክሩ ይችላል። በተለይም ከጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረጥ የሰሜን እዝ ጥቃት በኋላ ሁለቱ ሀገሮች በአንድነት ተሰልፈው የጋራ ጠላታቸውን አከርካሪ መስበር ይቻሉ። ነውልኩም አብዱ በዓል ሐዲስ ኤፍሬም ምስተምጦር ሰራዊት ተሐውሰም አብዱ ራይድ ሎ ስተፊልኩም ለተዳኹንኩም በቀንዱ ኃይል ዛረቢው ዳርጋ تستوري لاين ناتو ينيرو بقندو نسيو خم لعلواي تاش مزارم نيرو زمتشاوچنا كايدوال يهو هات يشبر بودن لسخستانيا قزي ايتوبيا لما افرس يادر رقون تقات لما مكتم ولدو يمكلاكيا خايلوش باندنت كوموال لمهونو هو هات زم بحنسابو قويموم نيروم دبلوان دلو زم حجي تفانن دلو مالتينو ايتوبيا بانسارو خانتي ناي إيرترال ولو نت زامن بزعبا غير بحرنا زي واتت ناي ويانا ويناي هودك زنبالي زنب مالسي ناي ويانا حيلي لمن تورنات كفتة هزبو چند ياكي بحيلي لما فننا عدس يجيجي مدبنت سلطانو لما سكتسل عالمو يكفتة بن إفتاي تورناتنو سلزي يأتيبيا اللو علينات يتدافر يهزبو چند عندنات يافررسة እና በህዝቦች እና በአገልግሎት ከፍተኛ ወንጀልን የፈጸመ ቁመቴም ቶም ያ አልበቃብሎት ደግሞ የህዝቦች ጥያቄ በኃይል ለማፈን እና የገዥነት ስልጣኑን ለማቆየት ብሎ የከፈተብን ጦርነት ሲሆን በመንግስት በኩል ደግሞ ይሄንን ጥቃት አብን ሄልኩም ብሪጌደር እዚ ያ ብሪጌደር ጀነራል ሐዲስ ኤፍሬም ማለት እቲ አብት ስነ ስርዓት ቀብር ኸዛረ ብጸንሐ مساله توصل انا زغلت حزبتات مساله توصل انا زغلت هاجرات ويانا زفطرنبر تقدمي از نبره تاريخ ابقي توديي نيرو كلت حزبتات قاعد حاجه جزء تحابيرخ نبر يبقى غندريت نيرو اي سلطان
من البات عمون قلتي هجرات ويانا ترى زي كنا استوم نعو زعل مزنا برو هجرات ساتهم زفطرة لوخ ناتهم لوخ أجر قال ناتهم كذي زغلوا كنا تزفطرة نيرو غرين لايت هي بام هجي أبدا نقولكم بكازياتهم تي سفيحي تي المحجم تينا لكم نيرناينا بحنساب كوينهم مس مزوم حجي بيت حريق أيح بحرنا أثنائيو بسلام تدل لها بحيل خنم لسوي نازب لزلو دارجا ناي كينات هوا هو فتيرهم زلو باتاتات مال بحنساب كوينهم نتكند محزانا يهز بيرتراز غنا حيلي زداخمو يوم مالتي أبزو وانزغا دحر زغلو تفاعات مالتي بغندو نتعلامات خطوك برون ديوم كيدوم مال مالسي نتنائي سرعة إساس أجندا ناي مدمار كتغبرو زتلاقو يوم حجب زعبو تاكيبهم كحاسبو الكاونو كتصبهم تخيل عين السبات هايكونون مالتي انتخوني ثلاثة عامتات ازاي بهال ايرتراو من اسي منتنات امنتي لهم اباخينهم يوم حجاب درجازي غيرو مظلو مكلخال ايرتراينا اندابلوها كفكرو يوم دسمعو حجي بغندو نتي ناي إثيوبيا بإثيوبيا وجن بانتارو زغبر ذل لهم دتريو ذل لهم عن توي قريبنا نيرنانو ناي سبورت ناي قلة حتى وقتها وقبل لو تم جنرالات ناي إرترا بانتارو بتذل لهم وعوا بكل شيء نخاتو ماليت بوتادر بجازيت إنيا بينا حجب على المويا بكله أبكال عينة موديوم ذل لهم سلذي نتاع على متي نسمع يا خلاصنا أنا ونسحهم كسمع يا قد داس يا عبد خانه بوتاتات مونغو مونغو على تيك حوز كفتني أنت زي كوينو بين حتر حتر ذبلي تحطو تاتن تملسن جن بتعم كليري تي أجندة تاي مخانو لك عبتنا أبي أحمد ذا أمته ذا واردو أجندة نلو تختليو وانت حطو تات قربلو بتاريخ بيوغراف بعلم الخاو حجي تايو وانت عسب ناي من يا يقول لهم تري وذل لهم نزقونا إرتراوي نزقونا قلعة عسب ناي إرترا يا زبل ملسي ذل له جنرالاتنا إرترا قلنا تاي ملصوم نفلت أنا قريلا مغنياتون عون مبخان نهز بإرترا نمدخان توافيرهم بخينات مالتي توافيرهم كسر حدود صنيحهم أذن هاي كينات هوا هو تملي سل ذل وان كا ولا حنت قربنا تقول لهم زتر أخوز قبريم. هجين ساعتهم لك كمتي سرعتي سياس نهزب إرتراس نبيتون من الدخام. ذا سالت أسرح نعاتهمون حدي مو يوم كيفلتو مالتي. بروفيشنالس كيكون. نايب حكي سراويت كيكونو سلاسان قلن عامتات سريع اللي. حدي لك بانتار رايتي توبيا وانتوا دا ديرنا مالتي هو دا قاب سلطان عبدالنا برو اللوان نقول لهم توم أبالات سراويت نايتا هاقر بكا قال يوم اوطان دا خدوا بقرباب تاق مال اسمع بيلوم يوم تما هيروم يوم نتي اب قدلي يا ميلا ذو هل اللو توم مكرو ولا توم ناويانا مالتي موياوي كلت وسيهم اليوم تما هيروم يوم جنرالات نهائر تراجن ديكا تعلع مصوات مسكار دمو دمو لك حمتها بسحل قبروات نورو الحجون تا ترموس يا تغييرها كاب تاشو منبر كاب كوبايا دمو دمو خساتي تزي كوينو بزعبا مويا اوم ثلاثة عامتات قليل نقر هيكونا ابو ثلاثة عامتات تستمهر وزق سمو وتمكرو اللي مزعبا مكل خال هادر متكاتاون يبلوم كلهم تم تحتيهم دلوا تلا أختيهم حادة كورنيل ذبهال من إسي مالتيو ثلاثة عامتات سي أقوليو جنرال كمان خبت صح حادة زخون من إسي سياب تقوانا صنت مجمرة نت مويانا يوتدرنا الجمرة بزقوان زي لك معارض ياتهم بريقدر جنرال كورنيل قال خبت صح يقبونيو كوم ذبهال يلن بكا ياتهم نتا معارق حيزهم دفاع جيروما زز تلا أخوه إساس زز بولهم قبرو من تزي خالك هم تنهز بي ارتراز الدهمون عاتمون تلا أختت رأي غيروه علام أم دي فلتو بكا حلفاتات اندا تقبلو خاب تسرعة تبهلو وز قبرو رأي غيروه حجي سكا قرو بسكورم دخوون انتهي بهلالو بزعبا زي بزعبا ارترا بزعبا ايح بحري ساتم سراويت مكل خالنا ارترا يم بهلو
حجي أمحارينا تلامي لهم ونديم بزح مدروقان زاد اليو يكونن سلزي حلف حلف ندابلنا بحبار كن سمعين عنو نساهم كوين أخ سمعين تركب على متأيقيو نسمع عيو حبيرنا ناسنين كم جمرة عن دورا كموتنا هلو نوم جمر لعدقا يتقالب تناست اللن يا رئيوت تكتات عيوش يا إثيوبيا لو على وينتنا يا قزات عند النت سلها قرات شو قد يميلات شو زي قد شلو قدامي قد دين دهونا نامنا اللن يا إثيوبيا بهي رأيتك موشنا هلو نوم جمر لعدقا يتقال لطوبات لو على وينتوانا لإلنوا لفتنا كتدار رقوبات شو قد ديوش عندو يا إثيوبيا تشن يبهر برمان نتاكنا بزهم مكنيات كالماك أفكابيا مقلل ويم مودكنو هذا خبتي زعابي تجمعنا إثيوبيا أفضل جبهري من زرعيو عبد الحلف وان مالتي إيرترانت أصل الزوجات مالتيو من زرعيو زخا كاب بزح مالس بزح كسرات سيب الله لو هذا خبو كاب عداقاتنا على ما هجرا وعلاقات من سالا يو يزول دلوفت توي تجازيت إني اني دكتور ياكوب هايل مريم مالتي ينن يا بحر بر ماغنيت تفطراوينا تاريخاوي مبت گداي اندال متارل هونو ايتيوبياويان بگداوي ابيينت لك يتنگاگرنبت ايدلم اجي رايهم لك عنيت احنا نگورو زلنا انا ايتيوبياويان گيرو يوم توزلو معرف اندز كوانت هونت يا گداسنتو ايتيوبياويان گن بزح بزعبو اين زاربنا لنا وين احنا بزي حنا نلالنا معلت معلت بزعبيهم دزارو زلو حجي جن إثيوبياويان سمعرتا قداسنتو أجندا غيرنا نزاربو لنا لنا إذو بذلو يه عالم النقاقر إثيوبيا من قست عفنا ياسكتلو مهونو بكافي لونات بهونم إثيوبياويانم قدايو أبكتو اللتالي مالت يتشنفنا يتساسع تأسابي مستواز ومار رقو عليها يبالم حادتنا من قست عفنا بقندو مالتي بخافي مخنياتو قوانتخوني جن أيت بزح إثيوبيا ون تصفى قريت وبك تقول ده يا بكيفيو ما لسه بحري إرترا ونينا تو أصل ذي ترجم يقولون عينه تلون أيت تصفى مقرات ون يمثل يقول دلهم تادي أبى رأيوت يا بحر بر يا مغنية ما بتحكينا لنا تصفى تنا ناس ملكتو جن الزابي يفت أرزند ويت لبادرج إن قدر جابزنال إن دت كذا سلذي نزي أجندة مقبارون موعو قاشا عديمنا لنا إذا أتوزلو جاسم يتمتوي تاش مونغو بروهن حزوي لينبر كابو بعلاتكم تكتاتلو أتلو بچا سايهون ليلو تشيهنن جيكت أكامي ملكتن دي آدمتونا اندي كتاتلو اندي تادرقوم بفكرنا بكبر تقابزات شوال يزاري انقداتشن دكتور ياكوب هايلا ماريام ناتشو كبزا استواز أور تشاتشو جيك بتك إتو تاكسهلو دكتور ياكوب هايلا مريم يا بزنس النايل ماك افهج مهور ناتشو ازي دكتور ياكوب هايلا مريم ناي بزنس الناي علم او علم لها وحقن كيلا ايو نورفوك ستيت يونيفرسيتي يا قلقلو ميتيبي ناتشو يا رواندان يا زر تشفتف على مدانيت اسچلو بنبرو انترناشنال كريمنال تريبيونال لايم كفتنيا قبي حق هونو يا قلقلو ايتيوبياوي ابناي رواندا نا جينوسايد مغابايا ناي حق مالتيو ابو اخبار حقو خوينو زغلغله يو لهيقناچو دكتور ياكوب بهاغريتو اسكاهون ببتچنيا تتقاشنت يميگنيون اجج ديموكراسي ينبرون مرجا ب 1997 عام تمرت توداريننا تمرات ينبرو ام يقنجت مامرار نبرو ابتي مارسي دحان صبو مرجا تخايدو زبحاللو وان ون تواداديروس تمريطو خنز نبره يوتقس دولو اندمسلوتچاتوم بغف لبركات تاورات يتاسرو ناتشو دكتور ياكوب هايله مريم عسب يمانات ايتيوبيا بحر بر طياقي يتسنج غروم مصحف صفو ماسنببونال يا المحجي تاسيرو نيرو عسب نايمن يا زبل حدا مصحفون صحيفو نيري قد المحجي ጉዳዩ ላይ ያለን ግንዛቤ ከፍ እንዲልም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው ዛሬ የኢትዮጵያችንን የባህር በር የማግኘት መብት አስመልክቶ ውይይት እንድናደርግ ስንጋብዛቸው መልካም ፈቃዳቸው በመሆኑ በእናንተ በተወደዳችሁ አድማጮቻችንና ተከታታዮቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ እንኳን ተገናኘን ደስ ብሎኛል ዶክተር ያቆብ እንተናስተልኝ ወንድም ቴዎድሮስ እንኳን ደስ አለን እኔም በመገናኘታችን በጣም ነው የተደሰትኩት እዚህም የምትሰራው ስራ ከሩቅም ቢሆን በጣም ያደነቁ ነው በእውነት ለሀገራችን ልማት
ዲሞክራሲ መድገት ብዙ አስተዋጽኦ እንደምታረግ ተረድቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥቅል በሆኑ ጥያቄዎች አክልቲየም ምማጓጎስ ዘለው ምክንያቱ አብ ሐደ አጀንዳ ያም ዘለው ነዚና ይርኢት ጋዜጠኛ ሁን ስኻት ገብሮ ዘለኻ ዛ አዌርነስ ንምፍጣር ተካይዶ ሁሉ ግዴ ካታተለከ አይ ስለዚ ኢሊ ምጉሶ ይዘሎ እዚ ናይርኢት በጣሚ ናይ ኢትዮጵያ መጀመሪያውን አብ አህመድ አብ ስልጣን ክመጽኾሎ ዝከረኩም ተኾይኑ ሕቶ አቅሪቡሉ ነይሩ አብ ደገ አብ ወጻኢ ዛዕባ ዝኸምዚ ዓይነት ጉዳያት ማለት እዩ እቲ ናይ ማለት ኩሉ ግዜ እቲ ወያነ ይወደግ ዓብ ዝሕተ ተፈፂሞም እናበለ ቀጻሊ እዩ ድዛረብ ስለዚ ንዕኡ ኣጀንዱ እዩ እዚ ውሒድና ከምቲ ኣብቲ መእተው ዝሰማዕኹሞ በቃ ጉባ ኣቃልቦ ኣይረኸበን ኣሎ ስጋብ ሕጂ እውን እዩ ዝብል ዘለዎ እዮ መዓልቲ መዓልቲ ብዛዕባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ከምዝግደሰሉ እዩ ዘርካ እቲ ጋዜጠኛ ማለት እየ ንሱ ከዓ መፅሓፍ ፅሒፍ ነይሩ ብዛዕባ ዓሰብ ናይ መንያ ትበሃል ምዝኾነ ሕጂ ሕቶታት ከቐርብ እዩ ጀምርና አንድ ጽሑፍ በቅርቡ ጽፎ አንብብ ያለው ከመጽሐፉ ባሻገር በዚህ በአሰብ ወደብ ጉዳይ በተከታታይ እንደሚጽፉ ይታወቃልና በቅርቡ በጻፉት አንድ ጽሑፍ ላይ ዶክተር አብይ አህመድን ከረጅም ጊዜ ወዲህ የኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ለለውጭ ያለው የማለትን ነገር ማስፈሮን አይቻለሁ። ጥያቄ ምንድነው? አንደኛ አንድን ጠቅላይ ሚኒስትር የኔ የሚሉት መቼና ምን ሲሟላ ነው? ሁለተኛ ደግሞ ዶክተር አብይስ ላይ የተመለከቱት ምንድነው? ብዙሕ ግዜ ኻቲ ጽሕፍ ብዛዕባ ዓሰብ ገለ ግን ዶክተር አብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ በቃ ናተይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢልካ ተዛሪብካ ነርካ እሞ እንታይ ማለትካ እዩ መዓስን ብኸመይ እንታይ ክማልእ ዘሎ እቲ ናተይ ትብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ዝብሎ ዘሎ። እንግዲህ እኔ እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ጠቅላይ ሚኒስትር ከማለት ውጭ የኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ብዬ ማላቅም ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዶክተር አብይን በዚህ አይነት ስጠራቸው። ይህም ያሰኘኝ በጊዜው የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሮች እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እናታቸው የማምንበት ሲሆን እና ያኔ የራሴ ጠቅላይ ሚኒስትር ብያቸዋለሁ። ሆኖም ግን እስከዛሬ ድረስ ምናልባት በጠቅላይ ሚኒስትርነት የምቀበላቸው እና የማምንባቸው እስካሁን ድረስ ዶክተር ቴዎድሮስ ናቸው። እርግጥ ወደ ታሪክ ከሄድን በጣም ትልቅ ጠቅላይ ሚኒስትር በታሪክ ተመዝግበው ትልቅ ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ያደረጉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ነበሩ። እሳይ በሳቸው ጊዜ ብዙም የማውቀው ነገር ስላልነበረ እንግዲህ ያኔ ብዙም ጠቅላይ ሚኒስትሬ ብዬ አልጠራቸውም ነበር። አሁን በህይወት ቢኖሩ ኖሮ በእርግጥ ከጠቅላይ ሚኒስትር ብዬ በጣም መካቸው ሰው የሆኖ ነበር። ምንድነው ጅንታይ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ቀድሚ ሕጂ ነቶም ኩሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ወይ ካ ጠቅላይ ሚኒስትራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢለ ጥራየ ፅውዖም ነይረ ማለት እዩ ንኩሎም። ምክንያቱ ካብኡን ላዕሊ ኣይመሰጡንን ባህላ እዩ። አብይ አህመድ ግን መጀመሪያ ጊዜ ከምኡ ኢለዮ ዝተፈለየ ስለ ዝነበረ ኢሉ ናብ ታሪክ ተመሊሱን በዓል ኣክሊሉ ሃብተወልድ ማለትሲ መዋዳድርት እኳ እንተዘይነበረኒ በዚ ናይ ሕጂ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ምልስ ኢለ ግን ኣብ ታሪክ ሕጂ ንሱ ኸማን ሓደ ካብቶም ዝድነቁ ዝነበረ እዩ ኢሉ እዩ ዝሓልፋ ዘሎ። መስፈርቱ ማለት ነው ምን ሲያሟሉ ነው እንደ እቲ ሚዛን ግን እንታይ እዩ እንታይ ከማልኡ ከሎ ይኻኸምኡ ትብሎም ይብለሎ። እዚህም በኋላ የሚመጡት ጠቅላይ ሚኒስትሮች የእርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን እርሶ የኔ እንዲሏቸው ምን እንዲያሟሉ ያስፈልጋል? እንግዲህ እኔ የኔ ነው ለማለት የሀገራችንን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስከብር ከኢትዮጵያ ጥቅም ውጭ ሌላ ነገር የማይታየው ሙሉ ህይወቱን ሙሉ ራሱነቱን ለኢትዮጵያ የሰዋ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን የኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ብዬ ጥራዋለሁ። በቃ ምንቲ ኢትዮጵያ ዝስዋ ጠቅምና ኢትዮጵያ ዝሕሉ ክኸውን ከሎ ኩሉ ነገር ብጠቅምና ናይ ኢትዮጵያ ዝሕሉ ክኸውን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ናተይ ዝብሎ ማለት እዩ። ከምቶም ተራ ካልኦት ቀዳማይ ሚኒስትር ዘይኮኑ ዋላ ንዓቶም ከምቲ ኣቀድማ ኣቢሉ ዝበሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢለ ይፅውዖም የሱ ኣይንፍጎምን እየ ግን ከምዚ ኢለ ናተይ ቀዳማ ሚኒስትር ክብሎም እንተኮይነ ግን ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ዘቐድሙ ክኾኑ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፂሩ።
هنوم جن بزون هلم تكلاي منستر مولو لمولو راسون لإثيوبيا يسوا وين إثيوبيا تك مسألة فوق على يسنتهم تكلاي منستروتشين ينورالو ده زيانة توش تكلاي منستروتش راسين إني تكلاي منستر على راتشو እሺ እንደው ወደ ዛሬ እንግዲህ የባህር በር የማግኘት መብታችንን በተመለከተ ውይይት ለማድረግ ተገናኝተናልና ከዚህ አስቀድሞ ግን እንደው ጥቅል የሆነ መንደርደሪያ ጥያቄ ሆነን ዘንድ አንድ ኢትዮጵያዊ የሚባል መንግስት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲውን ምን ምን መርሆች ላይ እንዲመሰርት ሐሳብ ያቀርባሉ ለኢትዮጵያ አዋጪ ነው የሚሉት ከጎረቤት ሀገሮችም ጋር የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን ለማስጠበቅ من مرهوش لا بمسارتي ودارلو ويم حسابي أكربارلو هذا ناي ناي إثيوبيا بها المنغستي انتا عينت متكلاتيو كختل دلوها بوطاي قدايات انتا عينت متكلات كختل اللو تبيري دلو دلو انجدي مجمع واناو إثيوبيا تكن يعني ميمروا أغرتك من دمناو بلو يعني مكتاتلنو ليلاون كقدايا مقبات اللبتم መወሰን ያለበት በኢትዮጵያ ጥቅም ነው ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል አቶ መለስ ዜናዊ ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ጥቅም ይከታተሉ ነበር ለማለት ያዳግተኛል እጂ በቃ ሙሉ በሙሉ አብና ኢትዮጵያ ጥቅሚ ዘተኮረ ከሆነ አለው ኢዝብሎት እቲ አካይዳ ወይቲ መትከላት እጂ ከመአብነት ባሉ ተወሰደሎ መለስ ዜናዊ መለስ ዜናዊ ኒ ረብሐ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ሰርሕ ኒሩ ኢለ አይሐስብኒ ይይዱልዶሎ ለሌላም ሀገር ጥቅም ያዳመሩ አንዳንዴ የኢትዮጵያ ጥቅም ማሳልፎ የሰጡበት ሁኔታ አለ ናይካሎ ኦት ሀገር አጥቅሚ እንደhallo ሐርሐደ ግዜ ወና ኢትዮጵያ ጥቅም አህሊፉ እናሃበ ዝኸይዝ ነበር ቀዳማ ሚኒስተር ይይዱልዶሎ መለሰ እና አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር በእውነት ጠቅላይ ሚኒስትር ሊያሰኝ የሚችለው ሙሉ በሙሉ ለሀገሩ ለወገኑ ለህዝቡ ሙሉ በሙሉ ተጠሪ ሲሆን ህይወቱ ለዛ የሰዋ ህይወቱ ለዛ ለህዝብ ያበረከተ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ይቻላል እዚህ ሁነ ጥብ ላይ እንደው ከተነሳ አይቀር አሰብ የማነት የኢትዮጵያ ባህር በር ጥያቄ በሚል መጽሐፉ ላይ ያነሱትን አንድ ነገር ልጥቀስ ከዚሁ ጋር ይገናኛልና ነው ህወሓት የአሰብ ወደብን የኢትዮጵያ እንዲሆን ላለማድረጉ ከፖለቲካ አመራር ባሻገር ሌሎች ምክንያቶች መኖራቸውን ይጠቅሳሉ ማብራራት ይችላሉ ምን ከፖለቲካዊ አመራር ድክመት በተሻገረ የሚያያቸው ምክንያቶች እንግዲህ ከፖለቲካ አመራር በተሻገረ በጊዜው በስልጣን ላይ የነበሩት ወሰን በሚካልበት ጊዜ የኤርትራን ጥቅም ከግንዛቤ አግብተው ነው የኢትዮጵያን ጥቅም ለኤርትራ ጥቅም አሳልፈው በመስጠት የኢትዮጵያን ጥቅም ይጎዱበት ሁኔታ አለ እጂን መለስ ናይ ኤርትራ ናይ ሶሪ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅምን ኤርትራ ሕሊፉ ዝህብ ዝነበረ ምኳኒው ዘቅስ ዘሎ ና ይሄ መቼም ይሄም ከነኝም ውስጥ በጣም ጎልቶ የሚታየው የዚህ የወደብ ጉዳይ ነው ብዙ መንገዶች ነበሩ አሰብን ወደ ኢትዮጵያ የሚታጠፍበት በታሪክም ሆነ እዚህ ሐደኻ ቡኻት ናይ ወደብ ጉዳይ ዘቅስ ዘሎ በህግም አሰብ የኢትዮጵያ ሀብትና የኢትዮጵያን ጦር ሀብት ለመሆኗ ብዙ ማረጋጋጫ ቢኖርም ያለም አቀፍ ድጋፍን ቢኖርም በጊዜው የነበሩ ባለስልጣናት በተለይ አቶ መለስ ይህንን ሊከታተሉ አልፈለጉም። በአንድ ወቅት በቅንጅት ጊዜ አሜሪካን ኤምባሲ ውስጥ አንድ የምሳ ግብዣ ነበረ። በዛ ምሳ ግብዣ ላይ እኔ የተቀመጥኩት በቅንጅት ነው ወክዬ የተቀመጥኩት ከጀርመን አምባሳደር አጠገብ ነበር። ና በእውነት የጀርመን አምባሳደር ኢትዮጵያ በአሰብ ላይ ጥያቄ ብታነሳ ኖሮ እንደግፍ ነበር ብለው ለራሴ ነግረውኛል። እንጂ አብ ቅንጅት አብ ዝነበረሉ ጊዜ አብ ሐደ ያጋጣሚ ናይ ጀርመን በዓል ስልጣን አብ ዝነበረሉ ወል እንተ ዝከራ ኸሩሩ ለሮም ሲነት ናይ አሰብ ጉዳይ ንሕና ምደገፍና ያን የርናኒ ኢትዮጵያ ስለዚህ ጉቡ አይ ተኸራኸረን መንግስትኹም ይሉ ሕሾኩም ዝበለ ከምዚ ዓለለ እዩ ደዛረብ ዘሎ እና ዓለም አቀፉ ስሜት እንደዚያ ነበረ ግን መቼም ባለቤቱ የጣለው ማንም ሊያነሳው አይፈልግም እና ባለቤቱ ያልጠየቀው ነገር ሌሎቹ ደፍረው እንዲሁን ብለው ሊጠየቁ አይችሉም እና በዚያ ምክንያት ያው እንግዲህ አሁን ወደ ባልባ ሆነን
وانا عند حرز حتي تو خالوت كتابو يقولون يوم بس أبن الزغلو صوم على تيو ناي جرمن سلذي بكا كوميلو مليو خاب إدناتي ناي عسب قداي بزلو إيكونومي أتشنم دهننا تأتشنم تلك عالي غاوستني علنو إيه إير تراسبت كيتي متى مسلطان دو إيرسوني يتافة لقينو ولا إير ترايمك قوتة تويم كمن منج أبلو يقم بثالو እንግዲህ መቼም የሰውን አንጎል ገብቶ መመርመር አስቸጋሪ ነው ግን ሆኖም ግን መጀመሪያው ነው ህዋትም ሲቋቋም አብዛኛው ተሰስሩ ቅርበቱ ከኤርትራ ድርጅቶች ጋር ነበር እና ምናልባት አንድ ስሙን መጥቀስም አልፈልግ አንድ ፕሮፌሰር የጻፉት መጻፍ ላይ ኤርትራ ኃይሎች ህዋትን ባይደግፉ ኖሮ ህዋት ኢትዮጵያው ስልጣን አይዝም ነበር ብሎ ጽፏል ያ ከመለሰኩም የተሃታተልቲ ያ አንቅጥላይና እንዲሁም ደሞ የኢትዮጵያ ህዋት ደሞ ኤርትራዎችን ባይደግፍ ኖሮ ኤርትራ ለታሽንፍና ተገንጠላት ይችላል ብሎ ጽፏል ይሄ በመጻፍ ውስጥ ያለ ነገር ነው አጂ መጻሕፍት አርቲክልስ መጻሕፍት እንዳጠወሰ ክልቲዮም ተዘደጋገፉ ኔሮም ማለት በመጥፋና አይታፍ ደገ ባህሪና አሰብ እንዲዛረብ ዘሎ ሀደ ኤርትራ ነጻይ መውጸትን ወያነውን በኢትዮጵያ ስልጣን አይመሐዘን ነሩ ኢሊዩ ዝዛረብ ዘሎ እና ይሄንን መደጋገፍ ያመጣው ችግር ነው ይሄ እንግዲህ በከፖለቲካ አንሳር ምናልባት ስልጣን ከስልጣን ጉጉት በስተቀር ይሄ እንደ አገር ክህደት መቁጠር ይቻላል ማለት ነው በቃ ሀደ ዝናይ ስልጣን ጽምኢ ስለዝነበሮም ህርፋን ስለዝነበሮም ዝገበሩ ወዩ ካቡ ሐሊፍ ግን ብኽድዓት ናይ ሀገር ይው ዝጽብጽብ ይው ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ተስፋጽዮን መድሃኔ በኢትዮጵያና ኤርትራ ወዳጅነት መድረክ ላይ በቅርቡ ይሄንን እርሱ የጻፉትን አሰብ የማናት የተሰኘ መጽሐፍ ይጠቅሱና ብዙ ጠቃሚ ነጥቦች በመጽሐፉ መካተታቸውን ቢያምኑም አሰብን ግን የኢትዮጵያ ነው ማለትውን እንደ ስተት ጠቅሰውታል እንዳልተቀበሉት ይጠቅሱታልና ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ አንደኛ አሰብ የኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያዊ ነው ስንል እንደው ባጭሩ በጣም ሰፊ ክርክር ሊቀርብበት የሚችል ነገር መሆኑ እርግጥ ሆኖ ግን ለተከታታዮቻችን ግንዛቤ የሚጨምር መልኩ ምን ማለታችን ነው አሰብ ኢትዮጵያዊ ነው ስንል ሀጂ አብዚ ከንዶ ዘለና አትቲ ማይንድሴት ናይ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው ሀጂ እዚ ናይ ህግደፍ ማለሲ አወርቂ ሸሐን ጌርካን አሰብ ንብሉላውነት ኤርትራ መሃብ ገና ታሽሙ ኸይኮኑ ኸሎ ማለስ በዚ ዝራአናዮ ብኹናት ከይተረፈ ተሐዊሱ ከይተገብረ ኸሎ እዚ ሀጂ ኣብ መጀመርያ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ መጀመርያ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ስመፀ ሽዑ ዘግበሮ እዮ እዚ ናይ
ريوت بحالت الله حجون بقت صالي يو تزارب كم زخبلو تصنحه بزعب عسب كاموالو يسحف نيرو مالا جخبت لو تجميرو خب يهودك سلطان كابز نايك نجت حدا خبتهم لحلوت حالفتي نيرو امرجاتو ودا ديرو نيرو سلازي تي مايند ست جنا ازنا هيقدف حجز الله خلو بولو خي توسخو خلو مالتيو بعلو الكملا خي ساس نحنا حدا هزبينا في اللي قبلنا نقل خي تباهلي جنا تبقى بيت عبد النبرة تلو تنعرف لك قبل حريق قلنا عسب حتو كم حتو ترسل الله عبد النبرة وان زوجبورو يو ستيل حجها أبو زحات مع كناتنا دينا كم إكسبرت مالتيو كم أنا حجه إلها كتسألي يوم زمت وظلو حجتي ما ينسس نايتوب يا ويان تزمت ولوجيك نتاعي مخانون مردو كحق ذا الناس لازم خلينا عندك مظلنا سلازي تخطات الوتي إنجلي بتاريكم بالنهاية عسب يرترى كلا نبرتشم ኤርትራስ ተመሰረተ አሰብ በሩቢተኖ በሚባል ኩባንያ ስር 15 አመት ነበር ከ15 ኤርትራ ከሁሉ ሆላሲ አሰብና ኤርትራ ይነበረትን ይው ዝብልዘሎ በሐደ ኩባንያ ተገዚያ ይዝብልዘሎ 5 አመት በኋላ ነው ኤርትራ ካሰብ ጋር ግንኙነት የፈጠረችው እና ህዝቡ ያፋር ህዝብ ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ ያፋር ህዝብ ክቡር ቢትወደድ አለሚራም ጨምሮ አሰብ የኢትዮጵያ መሆኑን አፋር ኢትዮጵያውኖች መሆናቸው በተለና ኤርትራ ዘይኮነና አፋር ይዋል ባባ አለሚራ ሀድባል ሀደፍሉት መራህና ያፋር ዘነበረ ይሳተም ከይተረፈ ና ኤርትራ ይኮነትና ኢትዮጵያ ግዛት ያይሎም የምዛም ነው ደጋም ያረጋግጣል እንደውም ይዝባል አቢ አህመድ ዝብገሱሉ ዘለው ነዚታትውን ግምዘተው ይኸምዝ ዝበልና ይው أبي أحمد بزحات إكسبرتس مالتي هم دي أتوم دا أمسلو كيلاتات ناي حقي ناي ديبلوماسي ناي قلن دابلي بزحات كوميتاتات الدالي وقدم زي مقلت مهابو خسر حلو تانيهم بيتودة دالي ميرا بعد الوقت أفار يتوبيا مهونو انقواني نيا قملو تشاتشين يوكو تالي يتوبيا سندك علامة انقواني نيا قملو تشاتشين انقواني يوكو تال بلو يارغاق قطبتوني تانو سلزي አፋር የኢትዮጵያ ግዛት ነው የኢትዮጵያ አካል ነው አሰብ ደግሞ ያለው አፋር ውስጥ ነው ነዚህ ጉዳይ ዚያሽ እንኳን ዶ ሰባት አግማልና ከተረፈም ዘፈልጥዎ አሰብ በአፋር ይዞ ለአፋር ካና ኢትዮጵያ ይው ይሉ ይዛረብ ምጉት ከምዘነበረ ይጠቁ እና ደግሞ አፋር እኮ አሰብ እኮ የተሸጠው ሱልጣን ኢብራሂም በሚባል የአፋር ባላባት ነው ያንስ ይሸጥ አጼ ምኒልክ በጊዜው አላወቁም አልተገነዘቡም ነበር ግን አጼ ምኒልክ ግዛታቸው ቀይ ባህርን እንደሚሸብ እስከ ቀይ ባህር እንደነበረ ለዓለም መንግስታት በተደጋጋሚ አስተዋውቀው ነበር እና ይሄንን እሳቸው ሳያውቁ በዚያን ጊዜ እንግዲህ ሙሉ ቁጥጥር የለም እንዳሁን እንደሚደረገው በኮሙኒኬሽን ችግር ምክንያት ብዙ ቁጥጥር የለም ሳያውቁ አሰብ ተሸጠ هذه بقاتي يا حتى يمليني كازو نبرو لوان كيف لطي تشيطو تي مريت بتوم لوكال تاشو مالتي حد قال ابراهيم قال زبولو ناي كومنيكيشن تكنولوجي مالسي عقم سلزي نبر عقم خاص سلزي نبرو كيف لطو نزادم كيف لطو تشيطو يلو يزارب زلو هجي كاونا اوتايم زقبرو زلو نتوم نايام حرام مالس ختم كفو غماراس حوو يدليني مالتي نتتاريخ نايب عالم نزيك አለስተፋት ነው ይሩዋን ኩብሎ ማይደልኝም ስለዚህ መኽን የለም ይደሎ በእጥቁነታት ስለዚህ ፍቀደ ኮሙኒኬሽን ስለዚህ ነበር ከይፈለጡ ተሸይጡ ይዝብል ዘሎን በዓል መለስ ግን ታክብሎን ጸኒሑ ሰሚዑም ወለሁም በሀገር ክዳዓት ከኸሶም ጸኒሑ ማለት እና አሁን እንግዲህ በህግ ወጥ በሆነ መንገድ የተያዘ ነገር ነው ማለት ነው ያሰው ደብ ከተቀረው አሁን ኤርትራ ተብሎ ከመጣው ክፍል ቀድሞ 10 አመታት ቀድሞ መያዙ ወደ ኢትዮጵያው ያ ወደብ መካለል እንዲችል ህጋዊ መሰረት የሚሆነው እንዴት ነው ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ከ10 አመት ቀደም ሀጂ በዚህ ህጋው መንገድ ይተሸይጥ ማለት ሲጠፊው ሀቢና እንዴት ብሎ ዘሎ በትናይ ያጽም ለሊክ ጠይቱ በህጋው መንገድ ይሆነሉ ምክንያት አንታ ይው ይዝ ብሎ ዘሎ ሎ ሩቢተኖ ኩባንያ የገዛው ከአፋር ሱልጣን የገዛው ከኤርትራ ጋራ በፍጹም ግንኙነት ስላልነበረው ነው እንጂ ያለዛ ተቃውሞ ይነሳ ነበር እና ከአፋር ጋራ ምንም ግንኙነት አልነበረውም አሁንም ህዝብ አፍት እንዳልኩት ህዝቡ ኤርትራዊ አይደለም ያፋር ህዝብ ነው
بزوم جزيه دقاق مو بلوه تالي انك نجيب اكات هزبنا ايناي ارتراي كونن عفار هزبي يلو يو دمو قدزلو حقاو يكونن مبال مالتي نتي ناي ارترا واننت مهلاو اجامو داتا نابتاب على ابي احمد حجز بلوازلو نايزي ناي عفار تريانجل قلز بحال بزرقوني ملكتنا ايز بلزلو مسو تتأساسريا مالتي تاقرار بو بعضی موقع سخوی نمون نبعل آبی آفار گارا که آسف گارا ایرترا بزوی میگرانیو نگریلیم مکان هزب آفار سمس ایرترا در رخبو نگریلن ایز بزدلو ازیه لائی اندو بنا نسهو ترونو بیه مصبو ایتیپ یاوین محل ویییتو با هون وقت اندمی گبا عالمانورون که ادم سیل تاک شالو نا بزوی ایتیپ یاوینن بمان نگا گربت گزه እሱ ነገር አብቅቶለታል የሰው ንብረት ነው ብሎ የማለት ነገር በስፋት አስተውላለሁ እንግዲህ እኔ ባነጋገርኳቸው ሰዎች ዘንድ ይሄ ነገር ያለቀለትና ያበቃለት ነው ወይ ከዚህስ ጋር ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው እንደውስቲ ይሄንን ሰፋ አድርገው ቢነግሩ ጂታይ ዝብዘሎ ብዙ ሐትሲ በቃ እዚ ተወደደ ነገርው ንናብካልና ንናብካልን ጠምት ንግድሚትና ንኺድ ዝብሉ ብዙ ሐት ሰምዑየሞ حجي بحقي أبكي فيدي زو قداي زي يوزولو زولو تيكازي تنيا هني بونات يعلق اللثنة قرنو بيجي على آلامنم ارقتنو مهوني اللبت سلاماوي بهوني منقد بدي ردر عصبن ودي چبيا ماتف وينم دمو ليلا قنون ينات ممسرتي چالال لبس حجي بناتي عينو خريو خلوهو تودي وايبلوني آنه ولا بكينات قوات زي كونه بسلام ويبخال من قدي كملس خيلي وزبل ويعفدق بحري توبي عفدق بحري تون نلو من قدي خفتاري كالي زبل امنتي ذلني علي عسب عندو عمارج يقارع نبرة مادرك عسب راسو يوست أستدادر نوروت كيوست أستدادر نوروت إرتراننا إتوبيا أكل بقارع لتاكم باتهم يجلب باتونيتا مازقاجتي جالال هذا خبتي يا مراتي تاسد بلوزولو عسب نايروسو من محدار هالليوو كلتي اوم نايحابار واننت هالليووو مزدقوم لو كونو لو ميز بلوزولو انا ايهن قدي لسلام لو قمنا لكام قروبت الناسي بالنا ونجي يا سبي كيوبيا وينتن امي اتراتر نقر هونو ايد اللم حجي ازغان نايحابار سلام قلت بهايلي امبر اتي عسب واننتو نا ايتوبيا موهانو ذا تاراتر نگرا حدگاتي هم دقبرو الكاز اللو مالتي هفتنا حبار كخوون كلوون مالتي وبتي يا قراربو انت زي كوينو زماتا اي كونن حسابو عدي ازن دا تباهلا يتلوت تباهلو إساس افلبو غهارم كلو ازن دا تسمع دي تزرقيحون نهالو يوم دوم كلوم جنرالات كنو لهم صنحنا بقام نا إساس تزاز تقبلو نافكينات دالوون يروم مالتي فتوان نربعات حموشتا عمتات مالتي جن ለሰላምና ለመልካም ጉርብትና ብዙ አይነት ድርድሮች ብዙ አይነት ስምምነቶች ማድረግ ይቻላል መፍትሄው ጦርነት አይደለም ጦርነት የትም አያደርስም እና ያንን ሁለቱም መንግስታት በእውነት ይሄንን በደንብ ተገንዝበው ወደዚያ ወደ ሰላሙ ወደ ድርድሩ መሄድ ያስፈልግ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ወደ በማጣቷ ስለዚህ ኩናታ አድላይ ኮነን ግን ማለሲ ምርድዳ ዘተ ተገሩ አብዚ መደምደም ታዝኽ ብጻሕ ይካልዩ ግን ታ ዘስምረላ ዘሎ ታዝብልና ያ ኢትዮጵያ ማለት አሰብና ኢትዮጵያ መሃኑ ዘይማ ኮይኑ ግን ቁርብ ህድገት ክንገብር ንኸሊና ያ አሰብና ሐባር ማለት ሐደ ነጻ ምህዳር ኮይኑ ናይ ክልቲየን ዝጥቀማሉ ከኸውን ሐደ ፍታህ ይዝብል ዘሎ ያንዳንዱ ቤትና ቤተሰብ ላይ የደረሰው ጫና ምንድነው ወደ ማጣት ከደህነት ጋር ያለው ተስስር ምንድነው ከደህነት ምሳን ወደ ካድህነት ምስድህነት ዘሎ ምትሳር እንታዩ ምጥፋ ወደ አብደገ ባህርሲ አብደህነት እንታይ ታሽሙሎን ኢትዮጵያ ቡ መጠን እንታይ ጸልዩዋን ምባሊ ደህነት ጋር ያለው ተስስር ለምሳሌ ድርቅ ኢትዮጵያ ድርቅ በመጣት ጊዜ እህል ከውጭ ታስመጣለች በርዳታም ይሁን በግዢ እና ባሰው ወደ ቢመጣ ኖሮ ለምሳሌ ዋጋው ዝም ቀሊል ይችላል ያ የሚገባው እህል ዝቅ ሊል ይችላል እዚህ
رأيهم تي كساب كندي كم زعم تام ماله تي 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 التحساس با تي نابنت بكا by all means بخل ملك عسب ناتناه تكون الله عبد جب حرق هلولنا الله زبهل نتي ناتو ماله ستي تي ناي ناي مهور سنلو بنا خي ترفع في اللو ماله كلمه خلو تقدادي مو نام تاي خي دالو نابرديت درك هجاتن كلوس رديت كات خلوسي نات كان ودم بحرها ليكات أبعدي على مينا إكسبورت هم ببركل ناسي لحاشة أكسس كلونا يلو خمان هاي مقوتن إذا خمس بلنا أنا يحق مي كيلاي بقى هقراو درجات فلات إن الزلو وبعروان داخلو مجاوا أتاتنا هاي جنوسايد تواسع ولا بتنا بعال كاميرون ناي نيجيريا ناي تدوبا وقتشت كي ترفو بقون كم تواسع يتقل إثيوبياس حزبي دركي عبد الغات مالو غزي رديس كاسو توتوين كازقال ليلو بقى هم قدام ايت مخنيات مسدخنتا تاساسيرو يغلصالو زحفري بتاعني ايه انغدي ياندانو ايتيوبياوي ميناكا نغر نو لمالتنو انا بجيبوتي ميمطابت غزي بتام كفتنيا قرط يتكفلبت نو نا كزا مصافوم لا اندتقسكوت بعمد ك2 بليون دولار بلاي لودب اغلغلوت لديمراج لتاكس إثيوبيا تكفل عليك. نا يعلن إك إثيوبيا وين ميتة كم وبد كويش إن متعاونك أسود بدول مالتنا. بكا خبوت عاد مسناي ودب جبتي أوداد يريو ذقلت أظلو نابنة ثابت جبتي بزحنا نخفل نستفل عليه أقل بلوتات. سلذي بوه متخلو قلنا بعصب ناتنا تخوين ناتنا يو بلوزلو نو وأن ناتا تخوينا. أزقال الله يزول زول لكن تبرديت من جمارو بتعمي زحفري ناب نسي رديت النحر ذهب خاخينهم تايم كرز دخول خا ولا نت رديتهم بعلهم كفلوا اللي تبلهم النحر دخلت هاللي وكان أخلق تركب ذي كيل كان مقبسي أجيت تي أرجي من تنبعلو تاشمي يقولون تايك ذري كادن تي بحري ناي بحر دليت بزخون مغنياتهم تي خا ناب كان مقبارو ذلهم دليت تي تزبلنا አተማይን ሰቲው ለረዳካ ወላ ምሁርት ደንቆሮ ይገብሮ ማለት እነ ለምሳሌ ድርቅ በመጣ ጊዜ እህል ለምሳሌ ከታክስ ንጻ ማስገባት ይቻል ነበር በዚያን ጊዜ ዋጋው ዝቅ ይላል ህዝቡ የሚበላው ቀምሶ ነገር ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው እና ያሰብ ኢትዮጵያ ወደ ባልባ መሆን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቤት ውስጥ የሚያንኳኳ ችግር ነው عجينا زين أي دركين أي دخنت زبلو زلوا بقى ننوسو كف سدرابيت تنكسر الزخنة توصل زلخو قليز زلوا حجين حر ودب دبلنا خينا ننوسو كف جذع تنكف تجمي وزخون وزبل زلوا هم زبلنا anyway دتي مقط سونكوف يزخون زلوا أن أتوم الذين وينا بزورات شالو تسويش بترجع جاميسيلو يمدمتاو ودب شقتناو بمان نجام هنيتا كمان نجام بوتالن جزاو منشلنا وسيلو يدمتال كده مسيل يدهنت كدهنت قارئ لانو يالله انت سسر سنانة سا باقر درجة سيالله اتقتني مقوتت نقرن ديت التايال لمسالي بعلمة كف درجة ودب ساينو راتشو يبلس اقوى قرات مني هلناتشو دا يوتكونا بتامتك اتمهوناتشو المسعفو ملايس فول ليلو تشبو تاوتشم بسفات تسفو التايال عند ودب يالونا ودب يللو اقر عند تمساسي قبل ايلا مدرسم يفجباتو قيزينا يمساسلون قرات عجيب زعبات احنا بلاس انا حنا يو زحطو ذلو مالسيلو بعال ملس ديناونا ابنت ناي ودب قدايسي تقام يقولون كاب زخون كلك همشاقتيو كنغزوون خيلي ناتناي ودب اقلو قلوت قل ايام زبلو مو اقن ودب مهلاون دي مهلاون اب عبيت اب كتباو عبيت ذلو ترى انتايو إلو ودب ذلوانن دي بلن هاقرات اولا ديركاس كمي يرأي ذلو اندوم بعالم درجة بالناس لاو دها يمجرشا دها يمبالو اغروش بملو ودب يللاچو ناتشو برغيت اوروبا مثالي عندند بعالم درجه هم يخلن هاتم دخاتات بالو هاجراتن ودب يبلهم يبلالو تريو لهم تي تي ارجمنت تي تي كايدو ودب يللاچو اغروش قالو الناسو جن بسمنات تسمامتو መገናኛውም ኮሙኒኬሽኑም ቀላል ነው እና ለነሱ አይቸግራቸውም ግን በአለም ደረጃ የድሃ ድሃ የሚባሉ አገሮች ወደብ የሌላቸው ናቸው ከነኚህም ውስጥ አንዱ ኢትዮጵያ ነው
هجي أبا عالم بحافة شخر رأخلو تم دخاتات زبهالو ناي دخاتات زبهالو تم ودب دي بلوم يوم إلو حدا حدا ناي أوروبا قن فلين نتال لهم خنياتو ناي حوار عداغا قل سلزل لهم ركب سلزل لهم دولات سلزل خونو أو انت زي كوينو بعالم درجة قن ودب تدي بلكا بك أدخال خاتخون يو زبزل لهم ناهون قدرون على استاوي سمنجي وداربان مستاقر وشينورو يمج أرشا دهاي مبالوتو كزاوست كأرباو تشوك دماء أبزانيو ودبيل الله تشوناتشو أربارات تهالي مثلين يعني تكاسوت مصحفو لاي سوستو لوكسمبرغ ليشتنشتاين نزي سوستي أوروبا هاقروش تتاكسوال باكو ترم بتام تاكيت هزبي الله تشوناتشو نكوان كيتيب يعقار كزوريا خلو أوستريا ماندوانا تنقدي جن أوروبا جيجي تلي نباريوني تهال بس أهقورنو جيو بوليتيكال دينامي سوم بتأم يتلينه كأفريكا سوم متكشّر بس نقارن مثلاً يعني إثيوبيا أم دعمو يلا تبتهن إثا على ودب بهوث لما قويت تجكاس تجاري يمي على رجات مثلاً يعني بس هم رجات أميرا من سات فلقينه قنا حجي سمع الله مالات جازيت إني كل يوم حدا بليس لذلهم يوم بحنساب دخول ذلك بق بحدا فلو مالك حجي أربعان حمشتن هاجرات كابتن ودب ذي بلهم كلها تندرجة مالت بيك خلت سلسته كلها تندخاتين تنزحش زبالة خمس زبالون أوروبا نايجلين جي توبيا خا حنتخاب أتنيا مالت ليز دارب ذلهم حجي بعين حق تاريخيو بمالسي بجبراوي ملك أنت ترأي جن توبيا دحرها لا كينات علم بفدرشين بقلب قلب يا مخانيا مسامي سابع عمت ونانيت ناي 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 عصب ناي باتي عنيرة أفدق بحر نير واي حجي بعين قطبا دحر إخايو بدحر إخا تي ودب ناي ناي عصب مستعنت كيح بحر مستعنت دنبرا معبالين تلوارا ديرو مالسي تي وانا ناي كيح بحري أبدنبرا تلو وانا بدحر إخون سماين مدرني بقطبا بعبية تر إخايو مالتي أبا أفريقا بوحدو إذا زحاشة فتنة تناي كتبا عبية تنبرا هاقر إيتوبيا أبزبن إيهودك مالج جلحرنا تنت إيرترا عصرت الجيت معبالت خيز نبرت ودب زي بالله نسا مالتي بأنتار ناي زبلو ذلو أرجيمنت مالتي بأنتارو إيرترا ودب النهلوة بدفو ناي عالم ناي قلن ناي زن كلتا هاقر أترا يتوارا ديرنا مالتي إيرترا ودب النهلوة خا زد خيت ولا حنت أتهاو ذي بالله ناي بحري ناي ودب عصا ذي تقفف ولا ودب كأقل قلوتها ذي تتكم والله حقر يعني حجي نزو ونسيت قازيت أني أقرف وناي مسوي يدخير نيرو مستي حتو ذلو مهور مبر إذن بعلوسي لوجيكا لغطري أخل لخد تقاراج أوي أرغيمنتي بتوم أكرو برو يسترع أي مالتي نو حجي كم ذي بالنا يو أتي ناتهم أمته قال كله أيرع أمني تودب ترى بزخنة من قدي خن رخبو لنا سلزبلو يوم نبتي مقطت ترى حيزم ذخر ذلوا خال بزح حقتات إنها اللون أو عشيش لهم مالتي عبرو بنا نسأل السميرين دكتور بق أي بحر عند متعفوا لي على وتن نجارنا متأكسوا وده دهن النت قدين نشجر بق أي بحر بتلاقيهم بعصب ودب ينيوكلر مسارية بتأمر بتنا يتألات تور بيسافر بات لإثيوبيا هلونا سجات يميون هنيتا بيت أنا سأسبت إثيوبيا يهن لما كراك اللي تادر جمت شو من منقر اللام بلو صفو نبرة هدي قرمي حجيسي إثيوبيا تعطي عبد الله تلقى زي أفتي كيف بحري أبا عسبنا بالناس ناي نيوكلير تاش من الحر تسأميدو أطوار مالتيو سلذي إثيوبيا تقبرو نقر يبلان الكاسي حفكان يركا يو زولو زولو حجيها كابو طبعنا عبد السجيرنا تا مالتيو أهون يالوت نجار يدر رسي مثلاً. أجيت تقبل كأنه قرن دخون الخيل الله يزول زوله. ناو أهون يدر رسي مثلاً. أهون لما سالين إيران ال nuclear bomb وينم nuclear research جادر رجج nuclear يابر الله شيء بالله شاعر نج. هيه أمريكان وتشم بدهم تنقل مياه قطنا. إيران كذي بفيت إن ده تقلص أو إيرتراوس دهلاك ده سيت وست عند بوتا إزالج عند ميليتري كامب تور سفر إزالج نا يا تور سفر لإثيوبيا متأنكنه لإني أبي تشاسهون لإثيوبيا لا ملليلا إسرائيل وين من ده ملليلا وشوف تشاسهون
ለኛም ጠንቅ ነው በጣም እኮ ቅርብ ነው ያለ ነው ከኤርትራ ጋራ ቅርበት በጣም ርቀቱ እኮ በጣም በሰው እግር ሊሸፈን የሚችል ርቀት እኮ ነው ያለው እና አደጋው ደሞ እዚያም ቀይ ባህር ደሞ ብዙም እስራኤሎችም ደሞ እና ካረቦች ጋራ ብዙ የሚፋለሙበት ነው እዚያም ችግር ውስጥ ልንገባ እንችላለን በቃ አጠው ከተው ይዝሉ ዘሎ በቃ አብነት ዳህላክ ኢራን ወን ኮሙ ቦታ ተሕዛላ ሰኻኹም አይነት ተማዕብል ስለዘላ ናይ አጽዋር ናይ ገለ ሓደገኛ ኢኒ ኢትዮጵያ ስለዚ ኣብ ሓደጋኸና ኣቱ ንኽእሊና ኢሎም እዮም ዛረቡ ዘለዉ ግን ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነ ዋላ ዓሰብ ሒዛ ከላ ኢትዮጵያ ኮ ኣብ ዳህላክ እንድሕር ኒውክሌር ኣሎ ስታይ እንታይ ይፍልል እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለዘለካ ኒውክሌር ትከላኸል ማለት ኣይኮነን ካልእ መከላኸሊ ዘድልየካ እምበር ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኮነን ነገና ሓቅካ ሓውና ወዲ ህዝቢ ሩዋንዳ ኢዘ ጉድ ኤግዛምፕል ዝበልካዮ ብሓቂ ዋላ ሓንቲ ወደብ የብላን ብኬንያ ብሓደ ገለያ ትጥቀም ሩዋንዳ ግን ራእይዋ ኣበይ ናይ ደረጃ በፂሓላ ድሕሪ ዝኩሉ ናይ ጀኖሳይድ ፀገም ሓሊፎም እታ ንእሽቶ ሃገር ሩዋንዳ ማለት እዩ ብዓይኑ ብቁጠባ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ምንስ ኢልና ኣብዚ ኮመንት ፅሒፉ ስለ ዘሎ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ያ ዋላ ኡጋንዳ እውን ከምኡ ሕጂሲ ናይ ባሕሪ ምህላውን ደይ ምህላውን ዘይኮነ ናይ መሪሕነት ናይ ቁጠባዊ ፖሊሲ ዝኣመሰለ ኣካይዳ ስርዓት ብቐንዱ እቲ መንግስቲ ንቁጠባ ንምዕባለ ንስልጣነ ዘለዎ ተወፋይነት እዩ ዳኣ እምበር ናይ ባሕሪ ምህላውን ደይ ምህላውን ኣይኮነን ግን እዚኦም ትርእዎም ኣለኹም ብዝኾነ መንገዲ ባሕሪ ክንረክብ ኣለና እንዳበሉ እዮም ዝፅፅፍዎ ዘለዉ ነቲ መማጎቲ ነጥብታት እና እውነትም ነፃነታችንና ህልውናችን ልናረጋግጥ የምንችለው የራሳችን የባህር በር ሲኖረን ብቻ ነው። አለዚያ በቋፍ ላይ እንደመኖር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እታናይ ናይ ጸጥታ ጉዳይ እንደማልዒሎም ጽኒሖም ናይ ኒውክሌር ናይ ገለ በቃ ድሕነትና ክሕሎ ተኾይኑ ሰላምና ክሕሎ ተኾይኑ ናይ ባህር ኣፍ ደገ ክህልወና ኣለዎ ናይ ግድን እዩ ዝብል ዘሎ። ምን የወደብ ጥያቄ ወይም የባህር በር ማግኘት ነገር ከህሉና ጋር ያለውን ዝምድና በትንሽ ጨመር አድርገው እንዲያብራሩልን አስበይ ነው። በ1928 የጣሊያን ወረራ ሲፈጸም በነበርንበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን ማለት ሆነም ተመልክቻለሁ መጽሐፉ ላይ። አሁን እንግዲህ ግነታ ናይ ህሉና ጉዳይ ኩስኸላ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ናብቲ መጽሐፉ ዝጸሓፎ ኣብ ዋንጥልያን ዝነበረ ጸገም ብሰንኪ ላንድ ሎክድ ምዃኑ ሰላሳን ሓሙሽተን ኣብ ገለ ማለት ንዑ እዩ ከምኡ ኢልካ ነርካ ሞ ኢሉ ዛ ያኔ ጣልያኖች ኢትዮጵያን በወረሩ ጊዜ አንድም ለሽንፈታችን አንድ ምክንያት የሆነው ኢትዮጵያ የገዛችው የጦር መሳሪያ በጅቡቲ በኩል እንዳል ፈረንሳዮች በመከልከላቸው ነው። ይሄ በመዝገብ ተመዝግቦ ያለ ነገር ነው። እና አሁንም ቢሆን ምናልባት በአንድ ጉዳይ በአንድ ምክንያት ከአረቦች ጋር ግጭት ቢፈጠር አካባቢ ያሉት በሙሉ የአረብ ሊግ አባላት ናቸው ጅቡቲም ጭምር። እና ያንን አካባቢ ቢዘጉብን ምንድን ነው ጣፈንታችን? እጅታ ይዝብል ዘሎ አቱ ዋንቲ በቲ ጥልያን ስለዘላ ማለት በወገን ኤርትራ አጥዋር ከተቱን ተደለየት ኢትዮጵያ ወገን ጅቡቲ ፈረንሳ ስለዝኸልከለታ በቃ ብኢዳ ተታሒዛዋል ሓንቲ ክትዓጥቃይ ካኣለትን ብኸም ኢና ተሳዒርና ኣብቲ እዋንቲ ሕጂ እውን ኣብቲ ከባቢና ኩለን ናይ ዓረብ ሃገራት ስለ ዘለዋ ባሕሪ ኣፍ ደገ የብልናን ስለዚ ኣብ ተመሳሳሊ ሓደጋ ክንወድቕ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ በቲ ናይ ህልውና ናይ ፀጥታ ጉዳይ እውን ማለት እዩ። ምናልባት ወደ ኬንያ መሄድ ይቻል ይሆናል ሞምባሳ ኣለ። አሁን ደግሞ ላሙ የሚባለውን ወደብ ደግሞ ኢትዮጵያ ልታለማ ነው ተብሏል። ያ ደግሞ በጣም ሩቅ ነው፣ በተለይ ለሰሜን ኢትዮጵያ በጣም ሩቅ ነው እና የመንገዱም አሁን እስካሁን ድረስ ተሰርቶም አላለቀም፣ መንገዱም አመቺ አይደለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ደህንነት ሁሉ ጊዜ በአደጋ ላይ የተንጠለጠለ ነው ማለት ነው ወደብ እስከሌለን ድረስ። ስለዚህ ወደብ ክሳብ ዘይብልና እዋን በቃ ትናይ ሓደጋ ናይ ኢትዮጵያ ከንጸላልወና እዩ ክነብር ኢሉ ዋላ ካልእ ኣማራፂታት ናይ ኬንያ ዶ ናይ ላሙ ናይ ሓደ እውን ስሉጥ ኣይኮነን እኹል ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ገዛ ርእስና ኣብ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝበሃል እቲ ኣቀራርባ። በርቀት ደሞ ስናይ በጅቡቲና በአሰብ መካከል ያለው ለአዲስ አበባ ያለው ርቀት አሰብ ወደ 200 ኪሎ ሜትር ያህል ይቀርባል ከጅቡቲ። ያ ሁሉ እንግዲህ ቀላል ርቀት አይደለም፣ የአንድ ቀን ጉዞ ነው ማለት ይቻላል እኮ። እጂ ተቅርበት ንባዕሉ ዓሰብ ይቀርብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናይ 200 ኪሎ ሜትር ፍልሊ ስለዘለዎ
سلزي زين بعلو خانه حدا ما عالت قعدوا يذخون سلزي تي ناتكا مهلا وتراي تي سوات يذون زلو ሁለት ነው 219 ነው ይመስለኛል ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ያለው ወደ ቡድራስ ያለው ርቀት ከአሰብ አዲስ አበባ ግን 630 እንደዚህ ገደማ ነው እና ከከፍተኛ ልዩነት ያለው ነው ማለት ይቻላል ይሄንን እንደው በመጽሐፉ ሰፋ ያለ ትኩረት የተሰጠውና ብዙ ጊዜ በአሁን ወቅት ኤርትራውያንም በስፋት የሚጠቅሱት የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ ነው እና እሱን በተመለከተም ማንሳት ያለብን ይመስለኛል ከዚህ حجي ارتراويان ذو العلوم ذو تأساسيرو ناي ناي كوميشن دوب وساني يوم ذو تغسم وسكينا اوها خنبلي ذو الدلو حجي كو دب مبتقاري ميقناي نقر سلالو لار جرس سممنت اندمن نشاي هونوت باسرالتين 00 02 08 ولوج يعني باز امني لك نبت علينا مهاكالي تفرموت ولوج عمستقزي هالي موتونا يفرسو ولوج بمهوناتشو ይህ የሚወልደው የአልጀርስ ስምምነት ያው ሙት ያውን ስለማይወልድ የአልጀርሱ ሙል ሙት ወይም ውድቅ ነው ይላሉ መጽሐፉ ይህንን ሐሳብ ለተከታታዮቻችን ሊያብራሩልን ይችላሉ አጂነዚን አይ ኮሚሽን ዶ ቡሳን የብዝምልከት አርቲ መግዛታው ዶባ ታብዚን አይሽን ቻተን እንትን ሾሞንተን አሰርተን አሰርተ ከልተን ገለዝ አቡ ተመርኪሱ ስለዚህ ተገብረ ውድቅ ይከውናልው ቲቲ ተውሳኔ እሱ ሐሙሽተ ግዜ ስለዚህ ፈረሰ ማለት ይውቲ ናይ አቀዲሙ ስተገብረ ምስምንሊክ ምስሐደ ምስሐደ ስተገብረ ተደጋጋሚ ግዜ ሐሙሽተ ግዜ ስለዚህ ወደቀ እጅዝውን ውዱቂው ስለዚህ መሰረት የብሉን ዝናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ አትህግደፍ ቀያደ ናይ ሞዳታን ኢላ ተደርፈሉ ዝነበረት ደሐር ምሳቢ አህመድ ብዘይ ቁድመ ሁነት ምስበለ በቃ ዚያ መታረቀ ይትረኺብና ነቲ ንብሎ ዝነበርና ገይሮምልና ተባሂሉ ሆሆ ባህሉ ሁሉ ውስጥ ተባለ ዘረባ ይዝ ማለት ከምን እንደ ተባለ ሁሉ ያም ወታደራቶም ራህቶም ሁሉም በቃ ኢትዮጵያ ታሪክናለና ዶባትና ከህንጸጽዩ ገለይሎም መጀመሪያ ማለት ዳሐርነት ሰብ ተደምረናል ደብልዎ ነይሮም ሳተም ግን እዚያም ደብሉ ነይሮም አርቱ ዋንቲ ልከ አብይ አህመድ ናብ ስልጣን አብዝ መጽሉ ዋን ዝበሎ ማለት አሁን እንግዲህ መቼም አንድ ነገር በህግ መሰረት በህግ መመስረት አለበት ማንኛውም ህገወጥ ድርጊት ምንም ጊዜ ቢሆን ድጋፍ ሊኖረው አይገባም እጂ ሁሉ አብ ህግ ተመርኮሰ ከሆነ አለው ናይ ህግ ደገፍ እንድህር ዘይብሉ መሰረት አይህሎኒ ወትርጉም የብሉን ኢሊ ጀምር ዘሎ ወንሰሙኝ አንታ ይኸሩል እና ኢትዮጵያ ወደብ አጼ ምኒልክ እነኚህ ውሎች ሲፈርሙ ተገደው ነው የፈረሙት በፈቃደኝነት አይደለም ፈቅደው ወደው አይደለም አጂ ምኒልክ አርተዋንቲ ተገዲዱ ዳምበር ፈቲ ኮነን ፈሪሙ ይብላሉ እንታይ ማለት ይው ምፍራም ስንታይ ማለት ዲው ናይ ናይ ከታም ካተን ብርከልሃ ተሳሚ ሐሉ ማለት ነው እጂ ተገዲዱ ፈሪሙ እንበር ፈቲ ኮነን ይዝብል ዘሎ ዚምሁር ተርሟቸው ተገደው ነው እና ተገዶ ማለት ከላይ እንግሊዞች በሱዳን በኩል ነበሩ ከታች ደግሞ በጅቡቲ በኩል ሌላ ደግሞ በሶማሊላንድ በኩል ደግሞ ጣሊያኖች ነበሩ እንግሊዞች ነበሩ በእነኛ ሁሉ ውስጥ በጭንቀት ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ነው እና ደግሞ አውሮፓውያን አፍሪካን በሚቀራመቱበት ጊዜ የግዳቸው አጼ ምኒልክ ተገደው ፈርመዋል በእንግሊዝ በጣሊያን በትራ ፈረንሳ ስለዝነበረት በጸላት ተኸይቡ ስለዝነበረ በቃ ኸይፈተው ተገዲዲ ይፈሪም ወንበር በፍታው ይኮነን ይሉ ዘመኸንዘሩ እና በመጀመሪያ ደረጃ አንድ በግድ አንድ ሰው ተገዶ ለፈረመው ውል ተጠያቂ አይሆንም አን ተገዲዱን ይፈረመው አደ ሰብ ተሐታቲ አይከውንን ይዝብዘሎ እጂ ኦፍኮርስ ኃይል ዘይነበረ ኸውን ግን ይምንሊክ አፍቱ ዋንቲ በቀንዱ ግን ከምዚ ካሎት ብዙሓት ምሁራት ዝጠቃቅስዎ ማለት ነው በቀንዱ ምስትናይ ጥልያን አጀንዳ ዘሰማምዕዎ ማለት እዩ ነዚ ክልትዩ ህዝብታት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ምፍልላይ ንባዕሉ ናቱ አጀንዳ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ንሱ ብዛዕባ ናይ ባሕርን ኣይገለ ዋላ ሓንቲ ከምዚ ሕጂ ንሳቶም ዝግደሶ ዘሎ ፋዕራ ኣይነበሩ ናይቲ ከባቢኡ ምቁፅፃር ንግስነቱ ምሕላው ጥራይ እዩ እቲ ዘገድሶ ነይሩ ብትእዋንቲ ንዕኡ ክፃብኡን ይኽእሉ እዮም ዝበሉ ከዓ እዚኦም ክልተ ህዝቢ ትግራዎት
أب إثيوبيا زلهم خا إرتراويان بحد أن تقولينهم ثم تزارب تتقرين يا مالتيو ترد كونونيهم مسجائي أسجأتيهم يلو كارتنا قالوا سجأتنا لعلي سلز حسبوهنيو يتوزب كل تخ أب مخفالو مستليان تسامي مفرمو تقديرو زي كونا سناتو نايجزار سوديس نايجزار سو أجندهون يروي بقد تقعد سو تقدو يفرمه ول يا ول ود كنا ሁለተኛ ደግሞ እነኚህ ውሎች በ1947 ዓመተ ምህረት የተባበሩት መንግስታት ሽሯቸዋል ውድቅላቸው ብለዋል ምክንያቱም ጣሊያን አንድ ሉዓላዊ ኢትዮጵያን ወራ ምስራቅ ጣሊያን ኤምፓየር የሚል ግዛት አቋቋመች በቃ ሁዕካን በማንካ አክዘህለ ካን ቢልካ አንድ ባሊ በቃ እንታይ ብለኩም አለው ቲ 40 ሸዋተንካ እዚ እቲ አህጉራው ማህበረሰብ ውድቅ ጌር ወይ ነዛ አውዲ ወይ ነዚ ስምምዕዚ ምህንያቱ ጥሊያን ኒ ኢትዮጵያ ወሪራ ናይ ምብራቅ አፍሪካ ግዛት ጥሊያን ኢላ ስለ ሒዛቶ ዝነበረት ሓደ ኢኔሩ እዝ ብለካ ዘሎ አብቲ ፕሮፓጋንዳም ግዛረቡ ሆሎው ግን ከምዛ አብይ አህመድ ለንግነ ኸብሎ ዝቀነ ተወሪራ ይትፈልጥኒ ኢትዮጵያ ነጻ ሀገሪና እዝ ብል ንሳቶሙን አብ ጸሊም አፍሪካ ተወሪራ ላይ ተፈልጥ አድና ወሊም ዝሙኩት በተሐደ ወገን ማለት ነዚያ ከጥዕሞም ነዛና ይባህር ጉዳይ ግን ኩላተን ሐንቲ እንየረን ይዝውዘሎ ስለዚህ ትባህር ጥራ ዘይኮኑ ወላ ኩሉ ኤኒዌይ ትባህር ኮን ኤርትራ ሰግርካን ዲው ዝርከብ ሀጂ በቃ ነቲ ናይ ኢምፕራቶሪያና ኢትዮጵያ ንዑዩ ቡልጌሪ ዘፍርሶ ዘሎ ማለት በዚህ ምክንያት ውድቂ ይሁ ይዝብሎ ዘሎ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁም ጣሊያን ራስዋ ከተሸነፈች በኋላ ውሎችን ሰርዛለች በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በ1950 ተሳዕረት ነው ትውዕል ሰርዛቶ አንታይ ማለት አበይ ኮይና ያክትሩዞ ተሳዕራ ኮያ ወጽያ ጣሊያን ሕጂ ብኸማ ክትሩዞ ወይን ምን ሊ ከፈሪሙ ሆነሱ ተገዲዲ ፈሪሙ ወንበር ፈቲ ኮነን ብሎሎ ጣሊያን ካሲ ተሳዕራ ዋላ እንድ ሕር ፈሪማውንሲ ተገዲዳ ማለት ነው ለጂ ተጋራጫው ይቲቲ ትምጉት ንባሉ 152 ዓመተ ምህረት በነጋሪት ጋዜጣ በታወጀ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት እነኚህ ውሎች ውድቅ ናቸው ተብሎ ፈርሰዋል አብና ኢትዮጵያ ጋዜጣ ና ኢትዮጵያ ጋዜጣ ይተነጋሪት ባልደሎ አቁ በቃ ዘሙ ዑላዲየም ፍሩሲ ተባሂሉስ ዛባ አህጉራዊ ጉዳይ ዛረብ ከመዘለውን አይርዶን ይዘሎ ማለት ያብ ጋዜጣ ና ኢትዮጵያ ና ነጋሪት ስለዚህ ወጸስ በቃ ከመፍረሲ ማለሲ ህጋውነት ከመዘለው አይነት ጌሩ ይኸመውን ከጀምር ኮሎቲ ምጉቱ ሁሉ አብ ህግስ ተመርጎሰ ኾውን አለው ይዝብል ነይሩ ነዚያ ከም ህግ ሐሲቦዋ ማለት ይገርም እና በሙሉ በፈረሱና በተሻሩ ውሎች ነው የአልጀርስ ስምምነት የተመሰረተው ስለዚህ ናይ አልጀርስ ውዕል እዝናይ ድህርና ግጭት ኢትዮጵያን ተገብረ ማለት ይው ብዙ ፈረሱ በቃ ከም በሐድሽ ተሰናንዑ ውዕላት ተመርኪሱ ይው ተገይሩ ዘሎ ስለዚህ ውድቂ ይው ትርጉም የብሉን ይዝብሎ ዘሎ እዛ ቀዲሙ ጽሒፍሉ ዝነበረ ይመሊሱ ዝሓቶ ዘሎ እምበር ንሱ ከም ስርዓታ ወረቀ ተቐሚጡ እዩ ከምዚኢታት ኢሉ ይህ ህገ ወጥ ነው በህገ ወጥ ውል ላይ የተመሰረተ ማንኛውም ስምምነት ዋጋ አይኖረውም ይሄ በጣም ቀላል የህግ ፕሪንሲፕል ነው በቃ እዚ ሲምፕል ቀሊል ዝኾነ ናይ ሕጊ መትከሊው ሕጋውነት ዘይብሉ ኣብ ዝፈረሱ ሕግታት ተመርኪሱ ዝመፅእ ታሽ ናይ ዶብ ምኽላል ትርጉም የብሉን ስለዚ ትውዕል ናይ ኣልጀሪስ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውዱቕ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሁለተኛው የአልጀርስ ስምምነትን ውድቅ መሆን ያስረዱበት ነጥብ በ1964 ካይሮ ላይ የተወሰነውና የአፍሪካ ከቅኝ ግዛት የወጡ ሀገራት የነበረ ድንበራቸውን ይዘው እንዲቀጥሉ የተወሰነ ውሳኔ መሰረት ማድረጉ ነው ለኢትዮጵያና ኤርትራ ይሄ መስራት ነበረበት ወይ እንግዲህ ካለትና የመግዛታው ዶባት ማለት ያ ካይሮ ዝተወሰነ ናይ ህብረት አፍሪካ ወዕልቲ መግዛታው ዶባት ማለት ሀገራት ነፃ ኮጻ ከለዋ ዝነበረው ዶባት ሂዘን ይቆጽላ ተባህሉ ነው ሞዝኸ ከመይ ይሰርሕ ምዚ ተአሳሲሩ ምዝናይ ኮሚሽን ዶብ ይሉ ተሰሉ ዘሎ ዝና ኤርትራና ኢትዮጵያም እኛ ኢትዮጵያውያን መቼም ቢሆን ኤርትራ ቅኝ ግዛት ነበረች ብለን አናምንም ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ደግሞ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በፌደሬሽን በነበረችበት ጊዜ ኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ነበረች ብሎ የሚያምን አልነበረም
سلازي نحنا خم إثيوبيا ويان إيرترا بعدهم أجزاءني إيرائيل ناين حسبنينا محبرة سب عالمون فدرشين سل جراس لازم برد كم إلو هاي حسبنيو لذي إيرترا ويان ترى يمسل الدلو يدل الدلو بأنا إثيوبيا ويان يخون ب بمحبرة سب عالم زدقفا يكون أنت مرقس إيه مالتي نا إيرترا بعدهم أجزاءت بهل تفلت من تيبلوني دل الدلو إيرترا نو إيرترا ويان جن إنيا يوتيوب ياكن يجزاتنا نبلون أبرة ميامنوتنا بزاتش لايد مو بزوز زي ما كان أبرة بعلمها كف درجة سياكهدو ينبروت جن ما نن يوم أجر يتن يوم ما أجر كيرترا بس تذكر يا رب أجر أتوم كون جمبرو إيرترا يوتيوب ياكن يجزاتنا نتش على ما نميلم سهونم جن إيرت سلذي إيرترا وين ترى أنت زي كونو بعلم درجة وانت قبلنا ثانية ورم كم يوم كامبين جبرو قصواس هاتي جبرو نيرم نحنا تحت مجزاتنا إثيوبيا أين أذلنا يا مدبلوني رمجن بالنت أمنهم سبعين برد بينهم تزكوينو نساتهم ترى أمنتي مقتهم زقبل ووز سرحلوني رمي ترى ما تشي إثيوبيا كأني جزات من كالو قدي وتيتهم ما قبل أسفل لقى كأني جزات من ديتنا نسامي وتعو بس إذا تيم توصل سارة تامة تمرت بكايرو سمة منت مسرت عهون السو على ما كفج قال هونال الزاسمة منت مسرت يعني نيا زون بوتا بتشاي زون كن نسام يوتاو بس بهج برينسيبل عن أوتي بوسيديتي لالو على هبة إرجع مالتلو نا يعني نيا زوتن بتشاي زون كن يجزات كن يجزات كن يجينة نسام يوتوت بس يعني جزير ترى نسام ستوتا عصب يرترى أكال على برجيم يجيب يا أكال برج راس جز تبلا راي عجهان أكالو موجود سكر الله مجمرة بتنايش حين شاتمي تنايش سوسان شو سوسان أربعة تناي كايرو ديكلاريشن مالتيو تنهاجرات نتاخو تأخلوهم نتي حيدن أو تحيدن أو ذللو أدوبات نصي درج ألين إذا بهالنيرو حدا نت فدراشن يذللو فدراشن كو إثيوبيا إيرترا أكال إثيوبيا أنت لأن إيران تاي فدراشن يخدليا بمجمرة مالتي أبكال أيكو نات علم كم تين قالوا كم ناي سومال كم ليبيا نت هاجر مالسي حنت جزاه نايت ليان سلز نبرت يا شرو أبتو وانت مالتيو بانصار نايتي نمنلي كسوز تابو كلو نبرة أبوتاتنا ولا حنت مسرد ديب اللهم كلو مالتها تستحت درجة نهالو تو ما قويتم زصن عو يو نحنا لك حنت انكالوت مثلا لنا نتهاجر كنكون لنا تباهيلو كابونا وشعنا يدقفنا حيالان سلز نبرم كومبرومايز تغيري بك اسكي تباهيلو نشمو رفرندم غيروم قلمالي ناي إذن أي فدراسيون قداي كم فتح مسي؟ سلذي حانت كالة أنتي تسلذ نبرت كالة هاجر سلذ نبرت يو فدراسيون تجيرون بر نحر أكال إثيوبيا نيرة كم إلى فدراسيون تدلين تاعينة زي مهورنا يحجي زبهالي عبسب تجازت إني أقول مسؤول له ماله تجدي أتهم نتنا أتهم موجود كتاعم منتظر كوينو زخنا حكثات رجاجيت أمم وترهم دخول دلهم دتريهم دلهم كابوس قردهن دهار بلكم الله بزناي تسعان سلست ناي تسعان حدن كان ناس الناس كوت خلوا راس جز سلزنا برد عصب حرقت وتخلى إيرترا بقى ناي ناتا أوتونوموس من محدار غيرو لاتيم يوم منغستو دقبرو ماله تين تبغى تبغى هيلوس كت تسعاركوس بدي أنا عصب كترلو فيلو دقبرو ناي كل ما ناي قلز بحال دربا نعو خم مقتيم تولو دايفن اللي ني ارترا بحيلي حلا حرا غيرنا انا عسب كاب حيلنا حلا حرا وطينا مالتي نو ولا حنت في اللي يبلو كله تي ابوشت زغبرو ترغم يبلو نسو ده يكون بزعبا هغراو حق دوبا هنا نزار دلنا نو حجينت منغسو بقى كم مالسي بزنا راس غز غلي زغبرو نعوق بقى هم عبي حقاوي مركوس غيرو يزغبلطو زفتن دلو زسباي نتنا راس غز مالتي نصر أبا عبا يعني إرتراسي أكلنا إثيوبيا نيوم غيرو ما نيروم سلس تسعروا كواي عسب كالك رحمو تسعروا أبوتو تمريسو مالتي بتي حقاوي ناي 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 سوسان أربعتن زخبلو تصنحو ناي كايرو ديكلوريشن بو مسرت إتي ناي كأدم بعداو مقزاعتي مالتي ناي تنكار ناي تليان تموقوتنا تنا هاوز بقس لزخوني بت مقزاعتاو دوب مسرت لزخوني لذي تي شعور دنا بردوبات حيزكاي خاتخيد بإثيوبيا إثيوبيا لوالاوي جزت نبرج. سلزي إيرترا نزع ستوتا عسبن تتا وينما عسب بوتاون دالة
نزام موتات نبربات ارترا ايتيوبيا قني غزات نيش قال ليلا قالو ليلا مبلچا منجد يله بذا بهجو مسرت نزام موتات ينورباچون يهم مالت يازوتن غزات بتشا اسيا بزيان غزي يازو دمو ارترا ناي عصبنا يجمرم نب يجمرم نبر سلازي بذا عينتن بيهون عصب ود ايتيوبيا متطاف ينورباط نبر سلازي ابت وانتي ارترا نصح توصخلات حيزاتو نبرت بقى تازبلنا يا تناي راسغز منغسس غبرو نعو غريفات نبرات راح حيزات كاين نيروا عصب قلنا ايتيوبيا خطرف نيروا بلالو دكتور ياكوب مالتي زي عندنا قني غزات على نبرم عندو امراج يالو كركر نو بتام طنكارا كركر نو يالو اندو ميسامانا ايتيوبياوي هنا ايتيوبيان بيراي يتقم مياستطبق منغست بيغني የቀኝ ግዛት አይደለም ሲጀመር ነገር ግን የቀኝ ግዛት ነው ካሉ እንኳን በ1983 የነበረው የኤርትራ ቅርጽ አሰብን የሚያካትት ስላልነበረ አሰብን ይዞ የሚሄድ ምንም አይነት የህግ መብት አልነበራቸውም ነው እንግዲህ እንደሚገርመው በቃ የዳሞቆሉ ይዘሎ በጣም ሃያል ዘሆነ ምጉት ይዘሎ ብዚ መጀመሪያ ናይ ባዳው መግዛት ይነበረ እንትና ኢትዮጵያና ኤርትራ ጉዳይ قاوا حليفوها سبدي تسعن حدن نزاحتو هلا ايرترا عسب قايلو نزناتو مغوت يزدغزلو نزناي دناقور دنقورو دخونه مغوت مالس ولا حنت ترغم داي بلو مغوت تدام قولو يدلو تي غازيتنيا يا قاوا انت ككل نو بتام طلو بهونه منغد اسكمتوال ادي زخن زارب كلنا انا عاتو ما يكونا ان مغوت زلنا اذن داته باهله خلو يوم ولك ملاخي اسياس جنرالات ناي 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 هجدف كلهم تم تدمير ناس بلو زون كلهم ما عبد عبد غزلو ناي هجدف مچافرتي تدمرنا ناس بلو زنور بقى زي اذن داته بهله خلو معره معريو يمساتم كا تدميرنا ناس بلو نيرو مالتيو بانصار نايتي تهز بيرترا زغلتي و مزازين اخر الينا انا نقربو زلنا بقندو خانتهم ابكرعد دوعلو ازي بهال من اسي زطفو مالتي اب كم ذا عينت الدحر بايته نعو اب حنقول لكم اي ترسعوا قبل ليه يعني ذاتهم نذكر كلنا افكور زيت مقوت قن تي نزم مقوت زي رغيصو بقى اب حدا اب ناي طامرات اوركم زرا احمون اي شركنت كنا ذكايد نبر بتغراي اب كم ذا عينت بوليتيكاو صلاله ايو تصميدو نيرو كاني متشاله المصحفو لا بيتقسوتم بايتيوبيان بكل ينبروتن ጠበቆች በተመለከተ መጽሐፉ ላይ ያልጀርስ ስምምነት አካሄድን በተመለከተ በጣም ጠንካራ ተችት ያቀርባሉ እና እንደገና ብናነሳው መጥፎ አይደለም በያስባሉ ምክንያቱም ተከታታዮቻችንን መጽሐፉንም ፈልገው እንዲያነቡ ለመገፋፋት መልእክቱም እንዲዳረስ ለማድረግ ነው በኢትዮጵያ በኩል የነበሩት ጠበቆች ባልጀርስ ስምምነት ወቅት የኢትዮጵያ መብቶችና ብሔራዊ ጥቅሞችን የተጻረረ ተግባራት የፈጸሙት እንዴት ባለ መልኩ ነበር هدي هاو وابتن اي كوميشن دوبات زقربلو وان يتم بوغان ايتوبيا زنبرو طبقاتات سي انتاي سحتتات انتاي تساراري مالت شقرات هقات اموام نيرو اليو دزار عبداللافتي مقوطة قرار بقوم افقاله مالتي مستنايت منقست ايتوبيا تاساسيرو ساتوم زمس اوام مالتي بوغانوم بخلطي وغانات انيام نيروم تم طبقانا ايرتران اي ايتوبيا جين تاي نيرو زي صحفو نقرس لزنبرو يخوم دلو زلو እንግዲህ መቼም አንድ ጠበቃ ስትቀጥር ለዚያ ለቀጠረው ሰው ታማኝ መሆን አለበት የዚያ ጥቅም ማማራመድ መሆን አለበት እነኚህ ጠበቆች ግን አንደኛ ነገር እንደ ጠበቃም በእውነት ተገቢ በሆነ መንገድ ክርክራቸውን አላቀረቡ ለምሳሌ ያህል የኢትዮጵያ ከጠበቃታት መጠን ነቲ ናቶም መማጎት ነጥብታት ጉቡ አይቀርቡን የምዱብሎም ዘሎ ሐደ ነቶም ጠበቃታት በእንዶም ያ ወደ በመዝለቁ መብት እስከዛ አንድም ጊዜ አንስተው ታውቁ በእንዱ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ወደባት ናይ አፍደገ ባህሪ ናይ ምርካብ ዘሎ ምስ ዘሎ ዕላማ ተሐሒዞም አይደፍኡሉን ይድብል ዘሎ ራይዎም ብዛዕባ ባድመ ዝነበረ ኩናት ተጀበቃ ናይ ዓሰቡን ሲ አብግምት ከእትዎ ነይርዎም ኣብኡ ግና የካተትዎን ይድብል ዘሎ አንድም ጊዜ ኢትዮጵያ ወደ ባህር የመዝለቅ መብት አላት የሚል አንድም ነገር አላነሱም ከሁሉ ደግሞ በጣም የሚገርምና እነሱ ምን አይነት ጠበቆች እንደነበሩ ገላጭ የሚያረጋው ጾረናን በተመለከተ ነው ጾረና በክርክር
حجي كساب كندي زهلي لهم كم زنبرو تكرار بهم تقو كم زي نبري لون عيس أرونا أبنتي قلت الله روست دانيوش يزي دنبر كوميشن ودانيوش أرونا يتشوبيا أكالو وده يتشوبيا متات أفعل بتسيلو إن نيه تبقو تعاي اللهم أرونا يتشوبيا أكال عيد اللهم يتشوبيا أتفلقهم وده يرتر متات أفعل بتسيلو نادانيوش مرجع لبراجو وتم دانياتات بتي تاشو مسرت بتي زاكبو جبتات مالتيو صرونا نا ايتوبيا يو ايلوم حساب امسيوم نيروم توم طبقاتات گن نو 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 ذس يترفنا نا ايتوبيا يكون نا ايرترا فلوت تاشمو يو ايلوم نتي گومو يدلدلو توم نا ايتوبيا طبقاتات سي نتي توم دانياتات صرونا نا ايتوبيا يو خبلو زكالل وقت مجمريا ندف مالتيو نتي غومو نو 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 ذس ايكونن يلومم يذبلزلو عشان قايدو حتو خالص نتي ذهبو ومون ايتقبلون يذبلزلو بخلا ازر اربا نعسبا كن حتات بدفوسي كن ذا عين الدخامات نيروم يذبلزلو بحال لا هي انغدي ماشي متابقوچ يميارغوت نغر بتچاچون يميارغوت نغر ايدلم كايتوبيا منغس بتسطاتچو ممريا مهون علبت حجيتا يذبلزلو زي تتم طبقاتات زغبرو نغر طراي ايكونن بقندوسي كاب منغستي إثيوبيا تو هابو ممرحيو منغستي نا يهودك يهم إلوهم ذلو زفلوت نغري يتوزلو مسارات مهونا اللبت نا يانن صورة نا إثيوبيا قزات عيدل لمبلو مكراكر السورة سوني بهق بكل بونات لياستيك أميشل بعبر كيدات لياستيك أميشل نغرنا أذن وعلو بنا هاقر كحلت زحتت نغريو حجي رايو ما يحقق الى ابلالو كل نغرا بحقه مركوسالو ابلالو سلازي ولا ايتوبيا ويانسي بحق نعوم دي ملكت انت دا اخوينو ايفال كبلو يبلهم بقى غفطو ون يروم يذبلدلو قاب حليفهم ني عسبون ناسنا يلون كدو كل ني يروم يذبلدلو نتي بدب ناي بادمه كنتا استبغسه معره بحري افدغون من مخنيتا ان غبرلو ني يرنا يذبلدلو انا يحقق الى نا ايتوبيا እና ይሄ እንደው ለምሳሌ እንተጠቀስኩ እንጂ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ፊት ያነሳናቸው ለምሳሌ እነኚህ ውሎች በህግ ውድቅ የሆኑ ናቸው። በእነኚህ ውሎች መመስረት ዳኞቹ ውሳኔ በእነኚህ ውሎች መመስረት የለባቸውም ብሎ መከራከርም ነበረባቸው። እና ጠበቆቹ በእውነት ሙያዊ ተግባራቸውንም ያከበሩ አይመስለኝም። ጠረፍ ከየት ይጀምራል? يا تي ناي مويا سنمغبارم يخون ناي مويا تي تاشموم زخبرو ايمسلنن يلو بقا وقسو مالو بقندو جنتي منغست ايتوبيا ان بعال ملس بكلو يمصفعو بعال ملس وياني بتي هكده من يلكم تطابقلنا ورايكم ديت ببرو بلوم تي ادم من يلكم هابلنا افدغ بحري تريفكم لنا مالسي اباخيركمنا ايرترا فليكم عندا بولو خصوم ሁሉ ተቀርቂሮም ጂኦግራፍ ትራይኮንን ተቀርቂሮም ማላ ቤት ፖለቲካውን የሚለውንም ነጥብ እናነሳው ጥሩ ነው ጠረፍ ከየት ይጀምራል አዎ እንግዲህ ጠረፍ ይላል እንጂ አሁን ለምሳሌ ጠረፍ ከየት እንደሚጀምርም የሚናገሩት ነገር የለም ሁሉ ውስጥ ከኢትዮጵያ ጠረፍና የኤርትራ ጠረፍ ይላል የትኛው ነው ጠረፉ በቃ ዛባ ጠረፍ ዛባ ትዶብ ማለት ይዝመጽህ አይና ይትዶብ ብላሎ ና ኤርትራ ዶብ ና ኢትዮጵያ ዶብ ዝባል ዶሎ ይዝብል ዶሎ በቃ ኤርትራስ አካል ኢትዮጵያ ይዝብል ዶሎ በሐጢሩ ስለዚህ ባህርና እቲ ወሰና ባህር ይዝብል ዶሎ እንግዲህ አጼ ምኒልክ የተፈራረሙበት 60 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገብቶ ነው ከባህሩ ያ ግን ደግሞ ብዙ ጊዜ ተሽሯል ኤርትራኖች ሽረውት በያደግ ጊዜ ወደ ውስጥ ይበልጥ ወደ ውስጥ የገቡበት ጊዜ አለ እና ጠረፍ የሚለው ራሱ ትርጉም የሚያስፈልገው ነገር ነበር ናጠበቆቹ ይሄንንም ትርጉም ሳይጠይቁ ከየት እንደሚጀምሩ ሳያረጋግጡ ዝም ብለው ይቀጠሉበት ከደሴቶቹ ሀጂ እንደሕሪሁም እቲ አርጊመንት ዘቀርቦ ዘሎ በቃ ጠረፍ ዝባሃል ያለን ምክንያቱ ባዕላቶሙን ኤርትራውያን ካብቲ ቀደም ምኒልክ ምስጥሊያን ተዋዓለሉ 60 ኪሎ ሜትር ይዝብል ነይሩ ካው ሐሊፎም ንውስቲ ና ኢትዮጵያ ያአቱ ነይሮም ይም ስለዚህ በዓለም ይፍርስዎ ነይሮም ይም ሀጂ ራይሁም እዚህ ምዝና ሀጂ ዋንውን አወዳድርዎ አብዚ ዋንውን ትራዓት ህግደፍ መመክነታ ይዝህቦም ዘሎ ማለት ይው ኢንተንሽናል ወን ከሆነ ብፍላጥ ማለት ይኮነ ይሉ
كمزي تريو ذلهم نابنات كاب تقرأي وطاة بحلو ويو دليني تقيريو اب إيدي اللي نخارتا إذبل حجي قنا بدد الله يبوتا بدد مرطو أتيو وشت تقرأي مالتينو سقال حجي اللو إذن بعلو ما مخنيتا خمزي ذبلو ذلو ملعالي ما بقس مالتي بو حدو بحقاو من قدو قاد ولا حان تتركم تزي هلو انت زي هلو قن حدا بحيلي كمنزعني ذلو حدا وقن مالتين إيتوبيا خمزي حجي ذقبلو ذلو حدا مخنيات يبومو مالو ولا بتناي بعل دالولون بتزبلنا يعني عصب وقن ناي دنكل ناي بوتاش عدنا بزقبرو لذلو بوتا كارتز قبو من العلينا وشت إيتوبيا آتيوم بزوح كيلومترات مالت عسرتتات معر عسرة كيلومتر آتيوم يوم بسرقو ذلو عدنا ذكاي بذلو إذن بعلو كرمز خونة تعزيز نبرة ما مخنيتاي زوم صو ذلو سلزن زون هم تبعهم هوي تبهلنا يوم أبي ترعانك قربو لو خلو توم إيتوبيا ويانا بمريتنا اللو غير بانتار ناي سبايز بلو ذلو نو كاونا أوسي بياتاون ولا تزيت حانتا تمن نايمن فالد يتخل وغنو ذات واي نتس ورنا ايناتنا نيزبل ووتوم نا إيهور القدم قدفوهم يزبلهم ذلو أبي أحمد قدفوه تقام يقولو ناقو صنحو صعبل ووم يزبل ذلو مخنياتو كم مخنيات ناي ورار ناي كينات كتكام ولو دليت لذلو نتناتو بيلد قبرو ذلو كيز نعوه مبقس لذخونا يخم ذلو ملكات سيتل كبار النمرت كميجنان يبت بوتانو بلو يتيح عندك أمم ميت سارر مرهو تقبلو إيرترانت إياك إيش بملوثي قبلو ينبر مهونم يتكسل لهم من ساتي على بث نجارنو عند زيله من ساتي على بث ليلة ونجار سبعة ويره راه ينفته بهجونا بوساني وست أجينا ثمنا هو ده جي أتاك زغبرم نير كله تربي إيرترا وجن أربوز نبرو تلباس نعيم تقبلو نيرام يدولم ذلوا خندوي زراهمو بكان عاتم أتاك زغبر ذلوا أكال ندايهون مسما ما تس كمني من الجال بطعم قرس يميس يميلين قرسلونا نمانا سال آوان انجديه عندان دوغزي لمسالي كاميرون النا نايجيريا يوسن چكتشك بنبراتشو غزي كركر بنبراتشو غزي نيه غاما كاري هونيه يتبابلوت منقساتا كاتره نبار نا عندان دي مفتهم يميفق للهم بيهون لهزو تقم سيبال لفت سيبال مفتني متلقبت غزي الله اهون كاميرون لاي بزو غزي اندزي يادرغنبت غزي الله كاميرون لاي 33 كاميرون نايجيريا مندروج لكاميرون سناسركب كغنزاب يا غبانو مسمرو بتش ادلم يهزو تقمم چمرنو بيت حدا مسمر زبحلاي نبرني بلا الله بيت حدا خا منتي ربحانا هزبتات كتبل بقى تيتي تاشمو لزبون كتفكد عالكا إلونا تتمكرو عب نايجيريا ناي كاميرون زنبري قيشه تابو تساتي فوسل زنبري ناتو عب النساتيو تقصد اللو ازي حجين سناي كوميشن لو بزملكتيو ومزخلاتنا نفلطو تي ديماركش اتناي وساني مستوها بي بوغن إيتوبيا زيتخن قبرا لنا زبنيرو هكدفكا كم بعلى حق مالك نايب حق خمس دلي وانا تا دوب محنصات حن دايو قيادنا مودعتان ندابلو الفلفون يرو من عشر عامتات مالتي من هلكم بقولوا حتي حنص صوت باهيلو بوحدو مالتي باف مستقلصا كن نو 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 دوب قدامنتنا يكون ندابلو مسكيناي ود مريم كلا اوقاف اودو برهاتها تغرات في امه نا هغو انتو دمو هغو دمو يفقد لنا نبر የህዝቡ ጥቅም በጣም በሚጻረርበት ጊዜ ያንን የውሉን ማሻሻል ይቻላል ለምሳሌ ቺካል በሚተከልበት ጊዜ አንድ ያጋጠመን መስመር ሲናሰምር አንድ ቤት ለሁለት የሚከፍለው ሆነ የኢትዮጵያም ደሞ እንደውም የኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ወደ ባድም አካባቢ ሲካለሉ ቤተክርስቲያንን ለሁለት ይከፍላል ቤተክርስቲያንና መቃብርን ይለያል تماري بيه لولا تكفلات إيه بهم ميهون ببت جيزي بالا قداو چو تسمامتو فتحاوي بوانا منقد سباوي بوانا منقد ما شاشال لياروغو يچي لعلو يميل ول عال عوانم كاميرونا نايجيريا بتفرار موتول اندي عانة تانكس نبرو بيتو بياغن عال نبرو بيتو هجي تايزم ذلونة ناي كاميرونا نايجيريا تاشمو غيرو وابو وابتو عل ازم حنصات كقبر كلو نزخم زعينة هزبا ونقرات اقل قلوتات كخوون غل بيتا كريستيان دي بيت مرتي نسو اب كل تغيك فلم انتي اب تسممع اتي نيرو
كمزم ممحياش كقبر مالتيو مزراب لزب كقبر نو دي عمسلة يا بزاح انسا راي تخيد تباهلو دودا اي نبرن مخنياتو عبو عبتسمع تخاتيتو نيرو عبدنا ايرتران ايتوبيا قن قم او اي نبرن لذيت منقص ايتوبيا ريوتهم طبق اتاتبو بقى بزيتات تاشمي نبرو من قدي نبرو من يزبو زلو بقى انا ايرتران بتفرار رموتول سباوي النتن فتهن مسرات عدرقو يعني يعلون ول ما شاشال مسمر ما شاشال يتشال على يميل أنكز يلو سلزي متو مليون ميون هزب ودب على بام هونو كافت هانس أرتكك العيد اللم تبلو دانيو تشو ليتي بأي بحر بري مستات أدلات شون يقدد لما رهنا برمالة تتشال سلزي بكا كومو سلزي قبرون ميت مليون زخون هزبي بزي بحري يخترف فتحاوي يكونن قبوا يكونن يلوم كسو قموز قبع زنبري طلب ويحطو قتيلو مو مالتي بذي من قد زي إزبزن نيرو مالتي تقول لهم نتي بيتا كريستيان بعد ما يخي بكل تخي مكالو قلت بحال زنبري سمستنا بحر التأساسي روم ساب بحر سوسا كيلومتر دي سان حميشا كيلومتر كخلون معره هندو خدف قلوسي نعو بكا بسنك زي سمع زي منبارا كمو عينة عدلاتون أفشيلو ملنا يزبلو زلو تي حتى تاي مالتي ناو كسم وسط عندون دزيانو لمسالي اهل ليلو عالم يتكامبت مسالي نتاكس نشلال فيرساي تريتي لاي لمسالي بولاند يباهر برا النبرات جن بولاند تلك اغر نو يباهر برا ياسفلغاتال تبلو كجرمن يتوسن كوريدور متلالفيا تسطات لذين أي بولندا متين أي فرساي سمعنا وينكم وتجمعات نيرو هم أبا هاجر سلطة خنات بقى يدليني مسبلت كاب جيرمان تقوريتو بوتاتو هيبوا نيرو سلذي كان نيرو ذاتهم يوم أبا خيرهم نامبر يقولون دلوا هلو تي تجمعنا باتهم يزدل التفوز دلوا نعبت من قست مالتي ناي هو دك ناي توبيا دنا برشو بأفريقيا مدمون لذي هو كونغو برازافيلنا كونغو ليوبولفيل ሁለቱ ኮንጎች ኮንጎ ብራዛቪል የባህር በር አልነበረው እና መውጫ የተሰጠው ከኮንጎ ሊዮፖልቪል ተቀንሶ ለኮንጎ ብራዛቪል መውጫ ኮሪዶር ተሰጠው ኢትዮጵያ ላይ ይሄንን ያነሳ አይደለም 100 ሚሊዮን ባህር መተላለፊያ ሲዘጋበት ይሄ ተገቢ ነው ብሎ ተገቢ አይደለም ብሎ የተከራከረ ኃይል አልነበረም بكازي اب اوروبا تراي زي كون اب افريكا ون اي بال كونغو برازافيل كوم تماساسالي حتو تلعيلو نيستو كوريديون اي بحر تو هيبوميو اب ايتوبيا ترايو كنزيلو سلازي تلعلت منغست سلازي يلعلو زي غداي كوبو بيلو طفيو يزلو بالجن بونات اون فت ينن بدنب ايتوبيا وكلو مياقرب بينور نور 100 مليون حزب بغير منغد رقت إن باهي باهر بري الزقابت آيلم نبرا بك أنا إذا حقي ذوكلو بقوع من قصة هذا نبر نيرو نزميت مليون هزبي بك أنا إقر قعزو دبت صح قم بحر ساي مساءنو نيرو بك أتي سنفرنا نايتي من قصتي عن طوي وندقابي مخمز بولو مالتي وكدعات بولو ناوي ذات قعزو له إيهي ما في الصم إفتحاوينو بوقتو يا الجرس سممنت غراك ميهدو بفيت وي على ما كف دانينت بميفلقبت وقت عقل قلوتون لمستت حساب يقربوبت ويم زي وسط مكافل فلقالو بلو يالوبت كزي نبره رايو حجينا تقول ارجمنت سناتو غزيو مالتيو تقبلوس حجيت سخا تقولو عقمنا هالو كان مباليو كوم يكون اندلو زلو اني زو سخلو زلو مالتي سي كوم مالتيو أبتين أي الجريس قد أي أخبره دانت حد ذد الليل لذنه بريك ديس نسخة أبوه أبتين أي تبقنا كتساة تفسي قالي حطو قريب الكادون يروي لي إذا حطو ذلو ذغلو فلتتنا هالوكا ذغلو تمكرونا هالوكا حانت مسرد ذلو تاش مخايا بلون مالسي خمزوخ نبلو تصنعنا نحنا لي مالس بعين حق قطري والله ولا حانت تاش مي بلنا نقن كومن سنسي تي تي أبو ذلو حدا ترى سبد فلتو مقوتاتي وقدفونا يتبقانا يحق خيلا جيجنت غازيتانيا كمزا عرميتو مكرون ده اللوكا تحاتيت كادون يركا افتي اهقراوي داننت اجامكا هتقبري دولو ذلو اهون كزي بفيتم نيتك الشو اللو كاميرون ايا اللو بزيان جيزي امريكا دان كاميرون نا نايجيريا بميدرات دروبت جيزي يتيوبيا امباسادر
استي ككاميرونا كنايجيريا كمتاغنيو لممد استي باش بصوف عند نغر اقرب لنا عليك اقرب كلت عند نغر صفي بذا بكل يدرج ينبرون لمثالي هي فتاوي بهونه منجد مهيد اندالبت ايتوبيا بحر بر مبت مكبر اند اتي فتحاوي زبل امرسن بعلو وابكم يمتو ودو تري ولهم بقى فتحاوي بزخونه منجدي تي تاش مخركب منتي الى ابنت سعجي كانت ذهب وحتون يملس دلو اب كاميرون ناي كاميرون نيجيريان غداي كرب زنبر كله نتا امباسادر ማለት ሐቲቶም ምን ይኸንዲለ አቅሪበሎም ነረ ይዝብል ዘሎቲ ናቱ ምኽሪ አቅሪቦ በፍትሐው መንገዲ ከመይ ገይሮም ክረቡ ሆም ዝኹሉት ናይ ወደብ ናይ ገለ ጉዳይ አለበት አክሽ ጻፍኩለት ወደ 20 ገጽ የሚሆን ደብዳቤ መግለጫ ነው ጻፍኩት ያንንም መግለጫ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰጠው አለኝ መጀመሪያ አሰብ የኢትዮጵያ መሆኗን በጣም አስረግጬ ነበር ጻፍኩትና እሱ መቅረብ የለበትም ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ላቀርብ አልፈልግም ማለት አይ እጂ ኢስራ ገዝ ዘሁን ሐተታ ጽሒፈን የረ አውሃ በቃ አሰብ ናይ ኢትዮጵያ መሆና ዘረጋግጽ ጽቡ ገር ዘይማት አይነት አቀራርባ ገረ ይብየም የረ ግን ሚኒስትር ጉዳይ ተወጣና ኢትዮጵያ ባል ሲመስል ማለት ይፍት ዋንት ዘነበሩ እዝሞ ይትረፋ ያድልኒ ሎምኒ ከምዝበልዎ ሐቢሩኒ ዝብዘሎ እሱ አብት መገሻ ስለነብረትና ካሜሩን ጉዳይ ለተ አምባሳደር አቢሊ ዝራህብ ነው ማለት ይሁ እንግዲያው ስቶ ካልፈልክ እንጂ እኔ ግማሽ ነገር ሰርቼ አልሰጥህም ይሄንንም ብትፈልግ ተቀበለ ይዘህ ይብየው ሰጣውት በቃ ፍርቅ ዝባል ነገር የለን ለተ ሁላ ተወስዳ ተኮንካ መንበር እና አሰብ ጉዳይ ካው ተነኪዱ ተርፋ አይኮነን ለዚህ ትደሊው ተኮንኩም እና አሰብ ጉዳዩን ሙሱ ተተሐሂዱ ተዘይኮኑ ዋላ ይትረፊ ለየም ዳርግ በኾሙ ሂበየም ይዘልዶ እና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደቀረበ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ያኔ በቀንጀት ጊዜ በክርክሩ ወቅት ከኔ ጋራ ሊከራከሩ የነበሩት አቶ ስዩም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ነበሩ ከነሱ ውስጥ አንዱ ከተከራካሪዎቹ አንዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ስዩም ነበሩ አቶ ስዩምን እንደዚህ አይነት ሜሞ ጽፌ ሰጥቼ ነበርና ደርሷል ወይ አልኳቸው አሁን ደርሷል እናመሰግናለን ብለን እኮ ማመስገና ለከን ነበር አልደረሰም ወይ አሉ አይ አልደረሰኝም አልኳቸው እና በርግጥ ከዚህ በደንብ መግለጫ ሰጥቻቸዋለሁ ያዛ የነበረው ተመክሮ አሰብንም ማጠቃለል እንዳለበት ማሳሰቢያ ሰጥቻቸዋለሁ በጦርነቱም ወቅት እጂ በሐጢሩ በቃ መልእክት ይህቦም ከምዝነበረ ከምዝበጽሐውን ከምደረጋገጸ ሲመስን ወን ሐደ ዋን ተወኪሴን የረኸንዱ ይለኮ ጽሒፈን የረ ገለይ ለዮ ዋ ሞ ንሕና ኮን ኣምስጋና ደብዳቤ ጽሒፍናልካን የርና ይበጽሐካን ድዩ ገለይ ኤኒወይ ከምዝበጽሐት ናይ ዓሰብ ምጉት ዘለዎ ሰነድ ከምዝሃቦም እዩ ከረጋግጽ ዛረብ ዘሎ ለአቶ መለስ ዜናዊ ደብዳቤ ጽፍ ያለው ግልጽ ደብዳቤ የሚል ደብዳቤ ኢትዮጵያ ዓሰብን በምን አይነት ህጋዊ በሆነ መንገድ እንዴት ልታገኝ እንደምትችል ሐሳቦችን ሰንዝር ያለው እኔ ካው ሐሊፉን አመለስ ዜናውን ሐደ ክፉት ደብዳቤ ሰዲደን የረይ ኢትዮጵያ ከመ ገራ ወደ ዓሰብ ከትውንን ከተምልሶ ከምትኽል ዝሙግት ደብዳቤውን ሰዲደሉን የረይ ዱልዱሎኒ የቀዳማ ሚኒስተር መለስ ቻለለው በእውነትን በጠቅላላው በዓሰብን ያህል ኢትዮጵያዊ ጉዳይ የተጻፈበት ኢትዮጵያዊ ጉዳይ የለም ብዙ ኢትዮጵያውያን ያኔ በጦርነቱ ጊዜ ጦርነቱ አልቆ መቼም ወደ ድርድር መሄድ የማይቀር ነገር ስለሆነ ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ላይ ጽፈዋል እጂ አብት ጊዜ ኩናት ይዝብል ዘሎ ቀድሚ አብዘተ ምብጽሑ መቼም ተኩናት በትን ምዕራፉ ሲ ናብዘተ መኻድ ዘይተርፍ ስለዝነበረ አነ ጽሒፈሉ ነይረ ካልኦት ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን በቃ ነተ ሓቂ ይዛርብ ዘሎ ወገን ኢትዮጵያ ዝነበረ በቃ እቲ ናይ ጣዕሳ ናይ ሕርቃን ምስቲ ናይ መንግስቲ ናይ ኢህወደግ ማለት እዩ ኩናት ምስተኸፍተ ከዓ ምስተወልዐ በቃ ዕድል ተረኺባ ተባሂሉ ናይ ዶም ግጭት ተባሂሉ እዩ እቲ ግጭት መፅኡ ብክልቲኦም ወገናት ማለት እዩ ኢህወደግን በቲ ህግደፍን እታ ኩላ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ኩናት ዝደገፈቶ ዓሰብ ንምምላስ እዩ ባሕሪ ንምምላስ እዛ ሕጂ ትበሃል ዘላ ዘረባ ማለት እዩ مرعتي تو ما يكون الناي بعد ما انا حدا زي دونكير
እሱን አይናይ ትግራይ ጉዳይ ነው ጉዳይ ናይ ተሃል ኢትዮጵያዊ በቃ በዚያ መኽኒና ናጽነትና ኤርትራ ህንቅልብሶይና ቡልሁዱካ አሰብ ከነምልስና ባህርን ወንንና ዝብልቲ ሁሉ ሆዘብሎም ነታቀቲ ዝምስክር ዘሎ ማለት ህግረፍን ጀነራላቱን ነዚ ክንምድጋፈም እዚ ሁሉ ዋጋ ኸፊሎም እዚ ሁሉ ኤርትራዊ ጠፊው አቶም ዋጋ አይኮነን ህዝብ ኤርትራ ኸፊልዎ ማለት ምንም ደሞ ለአቶም መለስ ዜናዊ ግልጽ ደብዳቤ ብዬ ያንን ደብዳቤ ጽፌላችኋለሁ በምን አይነት መከራከር እንደምቻል በምን አይነት አሰብ ወደ ኢትዮጵያ መታጠፍ ህግን ተንተርሶ በምን አይነት ወደ ኢትዮጵያ መታጠፍ እንደምቻል የሚያሳስብ የሚገልጽ ደብዳቤ ጽፌላችሁ ነበር ያው እንግዲህ እንደምትጠበቀው መልስ አላገኘሁም በቃ ካመለስ ግን መልሲ አይረኸብኩን ምር አሰብ ከመ ጌራ ሀምት መልስና በኢትዮጵያ ጽቡ ጌራ ጽፈሉን ይሬ ይውዝብልዶሎ ዶክተር ያቆብ ኃይለ ማርያም በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት ፊት ነገሩን እንደማቅረብ በጣም ሰፋ ያለ የህግ መርሆችንና ህጎችን ሊያካተት የሚችል አካልን እንደመምረጥ የግልግል ዳኝነቱን በዛ መልኩ መምረጥ ምክንያቱ ይገባውታል ወይ ነገሩ እንደው በቃ በቶሎ በጥድፊያ በተጣንፎ እንዲያልቅ ነው የፈለጉት ተናግረው አብርኮ እነሱ እርግጥ ነው ብዙ የወደብ የዚ ብዙ የወሰን ክርክሮች ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ነው የሚቀርቡት የግልግል ዳኞች የሚያቀርቡት ጉዳዩ በጣም አስቸኳይ ሲሆን ብቻ ነው ብዙ ምሳሌዎች አሉ የኢትዮጵያ ጉዳይ ወደ ግልግል ዳኛ መሄድ የሚሄድበት ምንም ምክንያት አልነበረም እና ኢትዮጵያ ጉዳይ ዛባና ሸምገልት መሐዱ ይው ዘዛረም ዘሎ እዚገን ቀልጢፎም ኩዱዎ ታሁይ ሆምሉ ስለዘነበሩ ዘገበርዎ ይው ኢሊ እዚ ምልሶል ዘሎ ስለምንታይሉ መስሐተቶ ማለት ይው ናቡ ዘኺል አይነበሮን ይዝብ ዘሎ እዚ ኢላና ይሕጊ ተኩሳቁም ተደንግጓል ጦርነቱ ቆሟል ምንም የሚያስቸኩል ነገር አልነበረም ስለዚህ ቲናይ ተኩሲ ተጠውን ባል ስምዕ ስለዘገብረ ኩና ተጠው ስለዝበለ ዋላ ሐንት ዘህው ኸይነበረን ይዝብል ዘሎ ንሳቶም ግን ኮሙ አይነተ መንገዲኦም መሪጾም ይሉ ኢትዮጵያ ግን ያቀረበችው ለነኝ ለግል ዳኞች ተጠያቂነት የሌለባቸው ለማንም ተጠያቂ ያልሆኑ በገንዘብ የተቀጠሩ ዳኞች ጋር ነው የቀረበው ሌላው ዓለም ግን አሁን ለምሳሌ ያን ሴኔጋል እንትነ ካሜሩን ስለዚህ ማንም ተሐታትነት ዘይብሎም ዳኑ በገንዘብ የም ተቆጥሮም ኢትዮጵያን ሩ ያተሳማሚ አይደለም አሜሪካ ናይጄሪያ ለምሳሌ ጉዳዩ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ሄዶ ከዚህ ናይጄሪያ ናይ ካሜሩን አብነት ና አህጉራዊ ቤት ፍርድ ይሄዱ አው ይተራዩ ናይዚያቶም ግን ስተፈለየ ኢኔሩ በገንዘብ ተቆጠሩ ዳያኒ ኦምሪ ኦሞ ዛ ነው ልባት ያገኘ ልባት አግኝቶ ማስፈጸሙ ላይ ነውኛ ተሳታፊ ነበር ነው ኢትዮጵያ ግን ወደ ዓለም አቀፉ ህግ ፍርድ ቤት ከመሄድ ፈንታ ወደ ግል ዳኞች ሄዳ ያ በአንጻር ናይትና ካሜሩን ናይ ናይጄሪያን ኢትዮጵያ ግን ናብናይ ግል ዳያኑ ገንዘብ ተቆጥሩ ናብ ያኸዳነቲ አህጉራዊ ቤት ፍርድ እሽሽ ኢላ ይወዘሎ ያ ወንዚ ዝበልናዮ ተደጋጋሚ ግዜ በቃቲ ማዓት ልክ እቶም ቀደም ኒኤርትራ ምፍላይ ባህሪ አፍደገ ናይ ኢትዮጵያ ምዕጻው ዝጠሎሙና ዝጋሞ ዳታውን ካላይ ዕድል ተረኺቡ ኸሎ ሳቶምን መሊሶም ከም ዓይነት ገይሮም ሓላሊ ኸሞ ይትብል ዘሎ ብሓፂሩ ያ ጉዳዩ በጣም ባጭር ግዜ ውስጥ ዓመት ባልሞላ ግዜ ውስጥ ነው ያለቀው የደሮ ሽያጭ እንኳን ክርክር ከአመት በላይ ፈጃል ኢትዮጵያ ውስጥ ፍርድ አብ ኢትዮጵያን አይደሮ መሸጣ ከይደር በአመት ይዘከራ ኸር ግን እዚያቶም አውሽ ተአመት ከም ዝውዳእ ገይሮ ሞላይ ዶብ ዝኣክል ጉዳይ የምሸ ተዓዶም ይዝብል ዘሎ ሸ ተዓዲ ይዝብል ዘሎ ዝወረዶም ድቤት ግን ይሄ ግን አጣድፈው ከአመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው ጉዳዩ የተጠናቀቀው የካሜሩን እና የናይጄሪያ ጉዳይ ወደ 15 አመት ነው የፈጀው ከ15 በኋላ ልባት አገኘ ባካሲ የተባለው ዋናው ጥያቄ ውስጥ የነበረው ወደ ካሜሩን ታጠፈ እዚህ ላይ እንደው አላንተ አዲስ ነገር ይብሉን እና ካሜሩን 15 አመታት ወዲው ዝናትና ግን አውስተ 1 አመት ዘይመለ ግዜ እሞ
የድንበር ኮሚሽኑ በአሁኑ ወቅት የህግ ህይወት እንዳይኖረው የኢትዮጵያ መንግስት ቢፈልግ መንገዶች አሉት ወይ? ውሉ ያ እዚህ ናይ አልጀሪ ስምምዕ እቲ ሕጊ ህይወት ከምዘ ይህልዎ ንምግባር ተኽእሎታት ኣለዎ ድዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ጋዜጠኛ ውድቅ ማድረግ ቢፈል ምስ ዳ ኢሳያስ ዶ ይገብረልኩም ኣየለን ባዕሉ እንታይ እቲኩም ንዓኻትኩም ኣለኩም ኣብኡ ጠበቃ ክዳዕ ሰላይ እሱ ገይሩልኩም ኣሎ እሱ ይገብረልኩም ነይሩ ካልቸር ጀሚሩ። አሁን እንግዲህ እንደምናየው ከሆነ አቶ መለስ ዜናዊ አንድ በመርህ ደረጃ የሚል እኔ በጣም በጣም ግራ የሚገባኝ አይነት አመለካከት ነበራቸው በተደጋጋሚ የሚጠቅሱት እና አሁን ያለው ኢትዮጵያዊ መንግስት በአሁኑ ወቅት አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ ውድቅ ማድረግ ቢፈልግ የህግ መሰረቶች አሉት ወይ? ሕጂ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ፍርዲ ውዱእ ንምግባሩ ተኽእሎታት ኣለዎ ድዩ ዝሕጂ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብሕጋዊ መንገዲ ሲ ከምኡ ተኽእሎታት ኣለዎ ድዩ እዩ ዝብሎ ዘሎ። የህግ መሰረቶች ኣሉት። ምክንያቱም የኢትዮጵያና ኤርትራ ሲስማሙ ውል ሲፈራረሙ ውሉ በወሰኑ በወረቀት ላይ ዲሊኒየት ይሉታል በእንግሊዝኛ፣ በወረቀት ላይ ይተለማል። ከወረቀት በኋላ ደግሞ በወሰኖቹ ላይ ችካል መትከል ያስፈልጋል ይላል። ይሄ የውሉ አካል ነው። ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሰማምዑ ከለዉ እቲ ፍርዲት ውሳኔ መጀመሪያ ወረቀት ዲሊኒየት ድኸውን ብድሕሪኡ ከዓ መሬት ከዓ ብተግባር ክኽለል ኣለዎ እዩ ዝብል ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ። አንደኛ ዲሊኒት ማድረግ፣ ሁለተኛ ያ ዲሊኒሽን በወረቀት ማካለል ካለቀ በኋላ ችካል መትከል የድንበር ኮሚሽኑ ግዴታ ነው። እና ያንን በወረቀት ላይ መካለል ከተደረገ በኋላ ችካል መትከሉ ላይ ኤርትራ ፈቃደኛ አልሆነችም። ሕጂ ኣብ ወረቀት ምስ ተሳእለ ዳሓር ኣብ ባይታውን ሽኻል ክግበር ነይርዎ ባይታውን ክሕንፀፅ ነይርዎ። እዚ ግን ብሰንኪ ናይ ስርዓት ኤርትራ ማለት እዩ ክኸውን ኣይከኣለን እዩ ዝብል ዘሎ። ያ እቲ ምስጓጉ ናይቶም ዓቃብ ሰላም ናይ ገለ ኩሉ ኤኒወይ ንሱ ተኣሳሲሩ ሪኦ ኸውን ችካል የተክሉ የነበሩ የድንበር ኮሚሽኑ ስራቸውን ጥለው ወጡ። ምክንያቱም የሰላም አስከባሪ ኃይል በዚህ ጊዜው የነበረው የሰላም አስከባሪ ኃይል አቶ ኢሳያስ ከሀገር አባረሩት። ከዚያም ተከትሎ እንግዲህ ለደህንነታቸው ስለሰጉ ነው መሰለኝ የድንበር ኮሚሽኑ ችካል ሳይተክል ግዴታውን ሳያጠናቀቅ ጥሎ ወጣ። እጂ እቶም ናይ ኮሚሽን ዶባት ንዕኡ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ተዓቃብ ሰላም ከኣብኡ ስለዝነበረ ንዕኡ ዝጀማመርዎ ኣብ መንጎ ግን ኢሳያስ ሰጉግዎም እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ኣፍኮርስ ንሱ ዘቅርቦ ዘሎ ምጉት ትርጉም የብሉን እንድዩ፣ ግን በቲ ሓደ ወገን ንክጥቀምሉ ተደኣ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ብሓይሊ ኣትሊስት ዕግርግር ንምፍጣር ምጉት ክኾኖም ከም ዝኽእል እዩ ዘርእካ። እዚ ግን እቲ ውዲት ናይ ስርዓት እዩ። ሽዑ ነቲ ዓቃብ ሰላም ምስ ጓጉ ንባዕሉ ኣብ ርእሲዋ ሕጂ ድሕርዚ ወይ ብቅድሚ ኩነት ገዲፍና ኣለና እቲ ምስ ወያነ ዘባእሰና ዘሎ ዶባትና ልኡላዊ መሬትና በቃ ተቀያድን ናይ መወዳእታን ዝተባሃለ ሒዞምሉና ስለ ዘለዉ ሕጊ ስለ ዘየኽብሩ ገለ ተባሂሉ ፍራዕራዕ ድብል ነበረ 20 ዓመታት እዚ ኩሉ ሰብ ከዓ ንዕኡ ነቲ ደርፊ እትደግም ነይሩ ማለት እዩ። እጂ ንሄል ካበል ምስ ተባሃለ ኣትሊስት ብወግዒ ማለት እዩ ኖኖኖኖ እዚ ቀዳምነትና ኣይኮነን ምውሓስ ናይ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተባሂሉ ተኣሽሙ ገይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ዓቃም ሰላም ብመሰረቱ ናፅነት ኤርትራ ክርከብ ከሎ ዶባት ክሕንፀፅ ኣይደለየን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ። ብድሕሪኡ ከምዚ ዝብለኩም ዘሎ ዝሰብኣይ ንዓቃብ ሰላም ሰጉጉ እቲ ኣብ ወረቀት ዝተሳእለ ኣብ ባይታ ክኸውን ኣይደለዮን ሽዑ ክፍክር ከሎ ዝከረኩም እንተደ ኮይኑ በቃ ንሕና ቨርችዋሊ ተመልኪት እዩ ፀገም የብልና እንዳበለ እዩ ዘዳናግር ነይሩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ። ግን በቲ ሓደ ወገን ዘሎ ኣርጊመንት ከዓ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ። ስለዚ ብሰንኪ ምስ ጓጉ ዓቃብ ሰላም ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክትግበር ኣይተኸኣለን ኢሎም እዮም ንሳቶም ናቶም ምጉት ፀብፂቦም ዘለዉ።
سلازي ودو كتغبرو سي تصغام يبلون اوريدي بحالو ديقوي ساس يمدلو هادلو بقندو دوب حليو ايفلطني ابو وستي ايتوبيا اند اتو دلاي دغبر كمزينا عفار ناي تيغراي ناغله طاقس مالتي سلازي بقول وغنو زخونه حقاو مسرت كيهلو تا هاجر تسرعات بعلو سرحلو مخانو مال سفلوت ينهلكم كازي ايتوبيا ويانون روت قملو لو مالتي اهون انغدي غدايو علق مالت هايتشال بقى سلازي تغداي توديو خبال ايكلني مهنياتو تلتل زبل غداي سلاز هنا خطفرسو ودو نغير ايكونن ايتودن يزلدلو የድንበር ኮሚሽኑ ስራው አለቀ የሚባለው በወረቀት ላይ ብቻ አካሎ ሳይሆን ቺካል ከተከለ በኋላ የትኛው ክልል የማን ነው የሚለውን ከተረጋገጠ በኋላ ቺካል መትከሉ በጣም አስፈላጊ ነው። በወረቀት ላይ ለምሳሌ ተማሪ ቤት ሊከፍል ይችላል ፍት እንዳልኩት የዚህ በወረቀት ላይ ያለው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ተማሪ ቤት ለሁለት ይከፍላል ቤተ ክርስቲያንና መቃብርን ይለያል። ና ቺካል በሚተከልበት ጊዜ ነው ይሄን ማወቅ የሚቻለው። ና ያን ቺካል ሲተከል ስም በስምምነት ሁለቱ አገሮች በስምምነት በመደራደር ያንን ቺካል ይተክላሉ። ያ ተማሪ ቤቱ ወደ አንዱ ይጣጣፋል ቤተ ክርስቲያኑ ወደ ሌላው ሊጣጣፍ ይችላል። ካሜሩን እንደዛ ነው ያደረግነው። ሆኖም ግን በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የነበረው የጠላትነት ስሜት ለእንዲህ አይነት ድርድር አመቺ አልነበረም። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በነበረው ኮሚሽን ድንበር ኮሚሽኑ አባል የነበረው ሰው ካሜሩን መጥቶ ከኛ ጋር አይሰራ ነበር ከኔ ጋር አይሰራ ነበር። እና ሲነግረኝ እነኚህ ሁለቱም ሰዎች እንደምስማር ጠጣር ነገሮች ናቸው ከነሱ ጋራ ተደራድሮ ወደ ግብ መድረስ አይቻልም ብሎ ሲያወግዛቸው ሰምቻለሁ። ሀጂ በሐጢሩት ናይ ዶብ ኮሚሽን ስርሑ ከምዘይ ወደ ይው ገሊጹ በቀንዱ ማለት ይምስተቀዳማ አይነት ብስተአሳሰር ካው ሐሊፉ ዘተውን ክግበር ምስናይ ካሜሩን አዛሚዱ ማለት ይው ይካል ከምዝ ነበር ይሉን አፍተናይ ቀደም አርጊመንት ይትመለስ ደሎ ተዛቲኻ ምድፍፋ ከምዝ ካል ቤተክርስቲያን አብ ክልተ ከይትምቀል ዋላ ታኻት ብሎ ቤትምርቲ ገለይሊው ዝዛረብ አትናቶም አጀንዳ አትናይ አሰብ ጉዳይ ያለ ይለሙ ከምዝ ነበሩ አንተ ወይ ማለት ያቀድሞም ካው ገን እዚያም ክልቲዮም አዚዮም ተጻረር ተኸምዝ ነበሩ ተም ህግደፍን ኒ ይሆረብ ማለት ይው ፍላይ ወያነ ማለት ይው እጂ ሐደ ካብቶም አብት ኮሚሽን ሰርሑ ነበሩ ወብትና ኤርትራም ሰአቶሙን አው ተቃላቂሉ ኸምዝ ነበር ወብትና ካሜሩን ጉዳይ እጂ ኮም ኢሉ ያሊሉኒ ሊዩ ዛንታ ዘዘምቱ ዘሎ ዝኾነ ታቀንድ ነጥቢ እቲ ኮሚሽን ዶብና ኤርትራ ሰርሑ ኸምዘ ይፈጸመ ስለዚ ፍሩስ ሙሃኑ ውዱ ኸምዘ ይኮነ ይው በሐጢሩ ዘሎ በዛ ላይ ደግሞ ኤርትራ ውሉን የጣሰችባቸው ተደጋጋሚ ድርጊቶች አሉ። በኤርትራ በኩልና ይሄንን የውል መጣስ ተመርኩዞ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን የድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ እንዳልነበረ እንዳልተደረገ እንዲቆጠር ማድረግ ይችላል ብለን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓት ናይ ህግደፍ ናይ ኤርትራ ተደጋጋሚ ጊዜ ነው ትውዕል ደፍረሰሉ መንገዱ ስለዘለው ንዑ አብዚ ተመርኩሱ መንግስት ኢትዮጵያ ውዱቅ ጎብሮ ዕድላሎ ማለት ይሁ ይብሎ ዘሎ ጃስት ሄሎሊ ዘሎ ነቲ አርጊመንት ናቱ ያውን እንችላለን። እንግዲህ መቼም ዋናው ያው ውሉ መከተል ያስፈልጋል። ከውሉ ውጭ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም። እና ውሉም በተደጋጋሚ የተጣሰበት ጊዜ አለ። እና ውሉ ሲጣስ ያው እንግዲህ ዋናው ድርድሩ ፈረሰ ማለት ነው። እና አሁንም ቢሆን ኤርትራና ኢትዮጵያ እንደገና መደራደር አለባቸው። ዋናው ነገር ወደ ጦርነት እንዳያመሩ በሁለቱ መካከል በወንዳማማች ህዝብ መካከል ጦርነት አስፈላጊ አይደለም። ምንም ነገር በድርድር በስምምነት መጠናቀቅ ይችላል በጎ ፈቃድ እስካለ ድረስ። በኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት መብትና መብት ስለዚህ ከንቶ ሁሉ ጸንሐ በቃ ሁሉ ተደጋጋሚ ምክንያታት አለና እንጥንጡ ነው ምክንያቱ በዓላቶም ዘፍረሱ ወይ ተደጋጋሚ ጊዜ ዝገበሩ ወይ እንት ሆነ ከንዱ ምክንያቱ ሰላም ክግበራሎ ገለዚ መሸፈን ማለት ይምበር ገም የብሎም በኃይለህ ገብሩዎ መብት ነው ትክክለኛና ግልጽ አቋም ያለው መንግስት ሲመጣ የባህር በር የማግኘት ተስፋችን ምን ያህል ነው ይላሉ። ምን ልናደርግ እንችላለን? እኔ በእውነት ብዙ ተስፋ አለባይ ነኝ። ምክንያቱም እንግዲህ ሰጥቶ የመቀበል ጉዳይ ነው።
بقى قال قالوا تي أبي أحمد حجز تكمل زلوا هذي تاتوس ذي هيب كان أي مقبل قدايو حجي حدا بقول من بس تمتي سيا اللو مالتي أخذ دخنة بيت اللو هندي تات عينت نزيد فلوز اللهان خجبر نيلو أجمع يقول لكم عينت أنا تسفر للنيلي تزاري بقول محمد استعملت السباعي نتنا تو قلاتي خالد دقم ذلوا أبي أحمد كم ذي ترجع قام هنوب لو أنا ذي أتوم ذا أمسلو أما خرتي أم ذلوا هو مالتي بقى تعميتهم نفتحي قمتيلهم أبنا فتحي بيتا مرقص هم ذلوا غيرهم ما قوتوا بحصوت مسرة دي بلو مقوت ذغربو سلزو قلاتو خي ترفه نايزيو كرم حموش تعمد تزاربوي هيبكا مقبال زبهال ذلوا مشفتي أبي أحمد وين دوق مولو؟ يتشبيع بار إرترا يالله وينم ده مو عسبلز بمتتكم بتجزي إرترا ده مو متتكم أو نقرال يتشبيع سب في جبيانج تلك ريسورس يالله تاجرنج نا بإرترام بزي لا اللي تستطيع تشلال لي سب من نتكلم يتشبيع عسبن كيازج وينم يوسن مدرادر من الدرجة شلال من الوقت اللي يرترى مريت قرصو وده مستاتي تشالي هنا الرشا مريت يسفل لغات جوال يهم قدي عاسب بالا بيتنات شروع عيدلم لملكام قروبتنا لسلام سيب بالا ميتدرق نقرنو بكا خمس سمعو ذلهم تواننات ناي يتوبيا مخانو ذات ألات راي كونن جن ناي متققام مالسي ناي تغم اللوتتات لمقبار بخوم غير كات فتحو تخيلي خان سلازي نحنا عاسب ترخيبنا مساتهم كا مريت كدريوم سلازي خلنا حرشان اي قلي لهم بزخوني بوتا عاسب كان عنا قد فلنا ازاي كالا يكونن لكا همتي ابي احمد بلوز نبرن اي هداسة قدبدو قلغت شيرك توسدون اي توبيان اي لاينس لكرهم والتي وتلعويتكم تلعويتنا قلغ نقبر نخلينا خلو هذي تاتي قد يحوه ابي احمد مدرنا أي تبتع ماي كرت صعب تبتع بحري قلة زيلو ذاربو مدره. نعم وصل ما شجع للدرجة يشلال وينم دمو إرترا بإثيوبيا وسط دفع بصفي وجبي عطتك كامل تون شلال لج صفي إنفستمنت لترقت شلال لج نعم ده إثيوبيا ويان هولن ماينت نجار دوس كمستاتنا بمرجع كمستات فوتش هولن نجار تساعتها في الدكتور مدرج يتشارل. إيه ليرترى بونت تلقت كملهم. إن جايرترى متشوي هي تقدر الزوطة مثلاً بزوم جزي. جن بتأم تكم تلقت كم يعلونه. وني راسي يدرس كبت هني ثانو. بس هاي لس لاسي جزي. بكا هدي كلنا غير كجبر كاليو. إيرترى ويان كل عينة تقام خروخ بخول يوم كاب. إثيوبيا نبدأ كامريتشا. ناي فلوتي كامريتشا ترى يوم ده يساتفو. عسب كساب ذهبنا مالتي. بايول مينس تطمس الله عسب. زبل مقوتي وناي دكتور ياقوب يا نا بهيل سلاسة سجرا له أبنت كمتص يوتيوبيا وحزبون ببيهر بتكافلوا بها بهابت درجة ببيهر بتكافلوا عندنا إرتراوي النبرو جيت وأنا هيل سلاسة بهابت درجة عند حر كفافي الكاية حبرة سب توم ذهبت مو إرتراوي يعني نيرو ما بت وانتي سلاز حجون أي مخافوا من نيرو عينت نمبالي بزو فابريكاوش نبروچو غراج يتبالا بمولو ايرتراوي نبرا نا دمو بونت لايرتراويان كفتنيا فكر نبر كفتنيا فكر نبر يا بوغلو هبتامات نيروم فابريكاتات نيروم ايتوبيا غراجات نيروم فقر خان يرنا ايرتراويان فتو مينا نيرنا نابلي يسبخ زلو دكتور ياقوب يا قريبي حجي غود نا يهنن مريوچو مگنزب علباچو بان دو وقت اندوم اتو هايل مارام يالو استاوسالو ايرترانا ايتيوبيا ሁለት باند حزب በሁለት ሀገር ውስጥ ያለ ነው አንድ حزب ሁለት ሀገር ነው የተባለው ወነት ነው አንድ حزب ነው ወነት አንድ حزب ነው ያ هايل ማርያም ደሳለኝ ዝቦሎ ይሉ በቃ حزب ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲያብ ክልተ ሀገር ዘሎ ሀደ حزب ይሉ ተዛሪቡን ይሩ ይሉ إساس قندحر كابوز قريدة يهيبوهم فلليز بحالة يقولون كل حدا هزبي كل تهزبي لزارب كابس إيتوبيا ويان واندبلو وزنو برو حليفو مالتي نو سلزي عب حدا تاشمي يمنيرو عب حانت جالبا يمنيرو إساس زوم عصب هرفان حيزوم
فتحوا زي كونه مقوت زغرب زلو إثيوبيا ويانا إيرتران وش بونة يودا فيتم مسعيد دلاتشو كيتشوبيا غارنا ونجي كليلو تشو غار عايد اللم بكا مسعيد دلنا إيرتران ويان مس إثيوبيا انت زي كوينو مسكال اي كونن مسعيد دلاتشو كيتشوبيا غارنا يتساسرو سنتو چاچنن إيرتران دم يالن كالنسوس بكل سنتو نو إثيوبيا ويدم يالو ندوم راسي ني راسي زرمان زري كزي كأكل وجزاي متانو مبالو كغرا كمبال بوتا. سلذي بغندي تات بحبتي بنبرت بقلت راي بغطبة راي زي كونه بزر اون متسارع لنا إيطوبيا ويانا إرترا دمال لنا إيطوبيا إرترا ويان كابن صارونا نا إيطوبيا دمال لهم أنا نبالي كاب مس إيطوبيا أنا سكاب أمزي بحال ولدوهي أب غرا خابو كل وجزاي لذا حدا هزبينا يدل دلونة ناي يا نايساس دزانو بيقولنا إن دزية تساسر هزبنا ولا ما لدلو إثيوبيا أي بحر بر ولا جنية تبتوني ثا إرثا راسوان تلا سلاموي أجر هنا يوم قطف تصفى الله توي هدي إثيوبيا ناي بحر أفدك جاي أبزاي رتخبل وانسي إرثا سلام دلوا هاجر كوينا أنا مقتصر عدل الله وادي بلو له. إنكِ إنسو ما شيء ما يرتران وش قدينه ما شيء سلام أو اللي هو أنا ودي نورن فلق علن ناردون بيلون بونت بتاعم ردان نبرة جن هون بتيا زوم الكو بتاعم على جن يا على جاوسني على تشون إن دم تاين يرترا. عجزنا يرترا ويان قدايو نحنا بدخلنا جزيخ نرد أم كربات مخنا نيرنا عجز أنا عسل قداي تزد نيرو مالتيو. بزخونه جناب زو وانزي على حدا جاي مزرو كبوز اللو على حدا جاي وتي تي هنا تاتي زول اللو دكتور ياكوب كنا توم وتأتي إرتراوي بقولو وتوال كاجر عسمرة وست وتأتي بقى تي ساس قبر اللو ميتسب توز اللو هجي تقول لك زي نبلو مالتيه من سيد بحال يعلم كل وتيه ويلو حقيه تي ساس قبره مالتيه يا هاي تايم نو يتبالو إثيوبيا وسن بيتشا وده سبات ما توشية ميتة غير ترانوتش بس الدتان ينتهن يالوت. عدي سبعة موست كمحل كتما موست بزوير تراوي أنا لو. جن منم جزي بهون يوتش زي بعد النت ملك تجلس ولا شوي تاوكم. عند إثيوبيا نمي قطروت نا النسوم كزوج على تسمام تونو منوروت. بونت هي عملت توت مريوت شو عملت توت بشيتانا ونجي. بزو ما هكل منم عينت ليونت يلا بكا هجي من سيد بحر يلا ناب إرترا دارغا شوعات ميشيح زخونو إرترا ويانا بإتوبيا اللوه ناير دي سابا ناي قلو نحويس كام هالتي تساقم كايا بلو من ناير بإتوبيا بفقري وتقبلو تساقم ناي مراحتي يو ناي مراحتو ميز بلدلو ناي مراحتي جنرال مالتيو لذي جن إرترا بحد جاي هذا اللاس لذي مريض قديم تي بوتا بحر قديم فهم وصلوا نحنا خانا وهم كذا لنا بهالاي. أربع جزي إرترا أنا وش لمسالة كيتوبيا أقوى بالهون الملكو هجوت بالهون الملكو كيتوبيا بمية بار روبت جزي بزوج كيتوبيا وين إرترا وش ليدبكون بار. مدبك سايتشلو دمو يشنيو يارك أسو إسك بابور تابيا إسك أوتوبوس تابيا يشنيو سنك جاستات تكون إلاقواتجو. إني هاي نت سميت نهالو. يتوبيا هزو ليرترا هزو كفتانيا فقر ميالو هي من دوي يا حجيز بيتوبيا برتوع فقري ذرلو عبلعلي يرترا ويان دي زتاقو ساقو قلو قوان نابنت بزو حساب قل إيو حاب أم نيرو ودانا قس اللوم نيرو بوحدو جيرا يخم تتيناي تيناي مسقواق بي هودك بويان زتاقو رسل زخوني كلها بآي عزلا بكا نحنا نحاليتو مينا بقدومو زفلالينا نساتهم يوم نابزب المقوت العيو زر عربول زولو كان سو تايكار يا كإرتراوين كإتيبيا مبار نگر كان سابا فيت إتيبيا ويان يورك ترساتو ويتنك أنا كإرترا مبار راتو كقمتي عقبتو متاسبي اللبت نگر عيدا اللمو يميلو تاكرا كاريو تجعلو إرتراوين منو نبرتاتون تقفو لزمناتي لفو باتون نبرتوش تنتكو بتلاقي يوتيوب إثيوبيا كتموش لاي يمي ربط بيت عتو بلاستيك ستقللو يدرس الله تعال نبرم لأن الساند تكف إند لأن لزاند تسات أمل لاش من ملكاتو تعالو السو ستات نووي بانتارو بوغان إرتراون تسوق يقوم كمدنو برو ناي ورقسنو من دا تمز حاقه قليت بزدلو
حجين عاتو من تتابق اللهم سبعي نبرن قال انتعي وابو خل سحتان دو, سحت دو تقيروني رو قال ايز بلو بزلو زيه لكن او دا درقوال بات اما ساقاكي بهون من قلنو يجب يعني تبارروت كيرترا تبارروم دمو هون اندالكو بتالي كتبي اكابي لزمنات بورقات دنقوان وست سفرون نوروال انقدي هي هونوال نا بقال اسفلاقي ادلم اني اندمتايين بقال اسفلاقي ادلم غيزيو يطورنت غيزي نبر ارغت ايرترانوچ يهن مادرك عال نبرباچوم تلق ستات نو اهونم باونت ودفيتم يقرتا متيق ينورباچوان غن مبقال تگبي ادلم يهي وندماماچونه حزب نو يقر مبابال انجي مبقال ايگبام نبر مبارر ايگباچوم نبر عند سو بيساسات ليلاوم دگمو مساسات يلبتم منيا አደሞ ወንድሞቻችን ናችሁ መባረር የለባችሁም ብለን ስሜታችን በመንገልጽበት ጊዜ ትልቅነታችን ነው የሚያሳየው ያ ወንዑ ይሳሙዒ ዘሎ ጌጋ ይውት በኤርትራውያን ዝተገብረ መስጓጉን ንሳቶም ናብዚ መስመጹን ቁሊህ ዝበለው ማይ ነበረን በቀንዱ ሕማቅዮም ጌሮም እቲ ዝወሰድዎና ምስጓግ ስጉምትን ተኾነ ግን ኣብ ሕነ ምፍድዳይ ክንኣቱ የብልናን ንሕና ከምዚ ዓይነት ኣውንታዊ ኣቀራርባ ምርኣይና ከዓ ንዕቤትና ናትና ብስለት እዩ ዘርኢ ስለዚ ንሱ ዘጣዕስ ኣይኮነን ናይ ኩናት እዋን እዩ ነይሩ እዋንቲ ስለዚ ከምኡ የጋጥም እዩ ግን ሕውነትና ይዓቢ እዩ ዘሎ ዓሰብ ጥራያ ትረኣዮም ዘላ ኤኒወይ እቲ ዘረባ ሕማቅ ኣይኮነን ዝበሎ ሕጂ ግንታ ዓሰብቲ ተረኺባ ፀገም የብሉን ኩሉ ዕሽሽ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዩ ዘረባ እና በእውነት በዚ እንዲም ልምኳበት ይገባል ባይ ነኝ እንደ መጨረሻ ጥያቄ ዶክተር ያዕቆብ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በወደብና በባህር በር ጉዳይ ምክር ቢጠይቁ የሚነግሩት ምንድን ነው በአደባባይ ሊነገሩ የሚችሉትን ብቻ ቢያነሱልኝ ደስ ይለኛል هجي أبي أحمد نزب زملكت ناي ودب أفدقى ناي ودب ويكا ناي بحر أفدقى بزملكت مخري هابن انتزب لك كاسين تاي كون بلكا قل عينتي زلو زلو انجدي مشام بزوم بدردر امي وسن لگر بكن مياي هي هون المالة هاس چگاري نو جن بحاسا وحاسا ماكرب اتشالا ميا كربو تحاسا سيرترانوش بمي جمعي درجا كما جمعي ونو جمعو عن دول مفرارو ما عند باچو منن جزي بي هون በጦርነት ዓለም መፈላለግ መቼም ማለት ብዘተ ዝኸውን ነገር አቀዲምካ ክትወርዶ ይከኣልን እዩ ግን መጀመርያ ውዕል ክፈራረሙ ኣለዎም ብኩናት ከይዳላለዩ ማለት እዩ ዝብል ዘሎ ከዚያ በኋላ ድርድር ይጀመር ድርድሩ ብዙ ነገር ብዙ በብዙ ዓይነት ሊካሄድ ይችላል ብድሕሪኡ ዘተ ክግበር ኣለዎ እቲ ዘተ ከዓ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ክግበር ይከኣል እዩ ብላ ኣሎ ለምሳሌ ከኤርትራ በጎንደር በኩል ለምሳሌ መሬት ቆርሶ በመስጠት ኤርትራኖች ደግሞ አሰብን በመልቀቅ በቃ ተሓደ ካብኡ ኤርትራውያን ብጎንደር መሬት ክንቦም እሳቶም ከዓ ዓሰብ ክገድፉልና ሓደ እቲ መዛተይ ማለት እዩ ናይ ያ ማድረግ ይቻላል ይሄ በስምምነት ከተደረገ ሁለተኛ ደግሞ ፍሪት እንዳልኩት ጆይንት ሶቨሬንቲ ወይንም ጣምራሉ በጣምራሉ አዋላዊነት ሊይዙት ይችላሉ ብዙ ምሳሌዎች አሉ ተኻላይ ካ በሐባር ናይ ሐባር ማለሲ አሰብ ናብነት ናይ ሐባር ከትከውን ትኽእል ያ ናይ ገዛ ርሳ ምሕዳር ሃሊዋ ናይ ሐባር ወደብ ክትከውን ትኽእል እያ ብላሎ እዚ ብስምዕ እዚ ብዙሕ ነገር ክግበር ይከኣል እዩ ኢሉ ከም ካልኣይ ኣማራፂ የቅርበ ኣሎ እንዲህ ዓይነት ምሳሌዎች አንድ ከተማ ሁለት መንግስታት የሚይዙባቸው ብዙ ምሳሌዎች አሉ እና አሰብ ሁለቱም የኢትዮጵያም የኤርትራም ሉዓላዊ ግዛት ሆነው አሰብ የራሱ ራስ ገዝ ሆኖ ራሱን የሚያስተዳድር ድርጅት ኖሮት በዛ አይነት በሰላም መኖር ይቻላል እጂ በቃ ከምዚ ዝበልናዮ ዓሰብ ናይ ናቱ ራስ ገዝ ናቱ ርእሰ ምሕዳር ሃልይዎ ግን ክልቲኦም ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጥቀምሉ ያ ይኸውን ስለዚ ሓደ ፍታሕ እዩ ኢልዎ ማለት እቲ ካልኣይ ምስ እዩ ይሄ እንደም ጥሩ ኣማራጭ ነው ምክንያቱም ሁለቱንም ሃገሮች ሊያቀራርብ ይችላል ሌላው እንግዲህ መቼም እቲ ዝበለፀ ኣማራጺ እዩ ምክንያቱም ክልቲኦም ሃገራት ከቀራርብ ዝኽእል እዩ ያው የምኞት ጉዳይ ነው ምናልባት በፌዴሬሽን በኮንፌዴሬሽን እንደገና ቢገናኙ ቢተሳሰሩ
የወደብ ችግር ተፈታ ማለት ነው በቃ ተኻለኻ ናይ ትምኒት ጉዳዩ ኢልዎ ማለት ኽብድ ኢላቶ ማለት እቲ ሕልሚ ዓብ ሕልሚ ምዃኑ ናይ ፌደሬሽን ጉዳይ እዚ ዳባዕሉ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኢሉልኩም እንዲ ቀደም 93 ኣጋናፅነት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ዝኸኣ ኣሎ ኢልዎ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ድሕር ተገይሩ ኸዓ በቃ ናይ ወደብ ጉዳይ ተወዲኡ ተፈቲሑ ማለት ስለዝኾነ እዚ ኸዓ ዝበለፀ ኣብ ርእሲ ሽሮ ጠስምን በርወረሮ ዝበሃል እዩ ፀገም የብሉን እዩ ዝብሎ ዘሎ ለጦርነት ምንም ምክንያት ሊሆን ኣይችልም ማለት ነው። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ በእግሪ መንገድ ርቀት ከባህር በር ትዘቶባት ከኤርትራ ጋራ በሰላም ትኖራለች ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው በእውነት። በቃ አመወዳታ ተሃዲድ አይትተርፍን ያ ማለት እዩ ካሮትን በትርን የንዘሎ ኣብዚያ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ስለዚ አመወዳታ ግን እቲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ናይ እግሪ ጉዕዞ ርሕቀት ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኤርትራ ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን እያ እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣታ ሓቂ ማለት እዩ። እዚ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝበሎ እንድዩ ብድሕሪኡ ሕድሕድ ምፍትታሽ ምፍላጥ እቲ ውዲት ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈለጦ ውዲት ናይ ስዑዲ ዓረብ ናይ ጅዳ ናይ ጎንደር ናይ ኣስመራ እዚ ኩሉ ብዙሕ ዘካዕበትዎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ገና ፍሬሽ ከለዉ ዝብልዎ ዝነበሩ እዩ ኣብ መኖር ኣለበት መጀመርያውን ብዬ ኣለው በፍፁም በጦርነት ላለመፈላለግ መስማማት ኣለባቸው። ሆኖም ግን በጣም ከባድ ነገር ነው የሚሆነው ለመጪው ትውልድም ቢሆን እና ለመጪውም ትውልድም ይሄ ቁስል እያመረቀዘ የሚኖር ይሆናል እንጂ የሚዘነጋ ነገር አይሆንም ምንም ጊዜ ቢሆን። በቃ እዚ ዋላን መጻ ወለዶ ድቃስ ዘይብሉ ቁስል እንዳራኸሰ ዝነብር ሕማሚ በቃ ኢትዮጵያን ኣይግድን ባሕር ክህሉ ኣለዎ እዚ የለ ኤርትራ ሰላም ዝበሃል የብላን እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ብምሁራት ደረጃ ብኢንዲቪዥዋልስ ደረጃ ዝበሃል ዝነበር ሕጂ ኦፊሻል ናይ መንግስቲ ፖሊስ ኮይኑ እዩ መፂ ዘሎ ኣብ ፓርላማ ተዘሪብሉ ማለት እዩ። እንዳ ሃግደፍ መንደፍ ከዓ ስፖርት ክፃወት ውዕሉ ኣለዎ ስፖርት ናይ ኣብ ከረን ኣብ ገለ በዓል ፊሊጶስ በዓል ወዲ ልብሱ ስፖርት የፃውቱ እቲያቶም ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብሩ ኩሉ ዓይነት ነገራት ኣትሊስት ነቲ ህዝቢ ላዕልዎ ማለት እንታይ እዩ ድሌቶም ምስቲ ዕላማታቶም ዝተሳነየ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ። ህግደፍ ከዓ ስቕበሉ ኣይትዛረቡ እናበሉ ዓዋዓዊ ኣይትበሉ እናበሉ ብታሕቲ ኣብ ዕግርግር ኣብ ሕንፍሽፍሽ እዮም ዝርከቡ ዘሎ ከምዚ ዝበልናዮም። ስለዚ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም ነገር ሲያስቡ ሄዶ ሄዶ ኢትዮጵያ የባህር በር የሚኖራት እንዲኖራት የሚያደርግ መፍትሄ ማምጣትን የፖሊሲያቸው የመሰረት ድንጋይ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አብይ አህመድ አፍደገ ባህር ናይ ምርካብ ወደብ ናይ ምርካብ ጉዳይ እምነ መሰረት እምነ ኩርና ናይ ፖሊሲኡ ክገብሮ ኣለዎ ማለት እዩ ይብሎ ኣሎ። በቃ እዚኣታ መጠቃለሊቶም እያ ትኸውን ዘላ ልክ ነው ልክ ነው። ምክንያቱም የኢኮኖሚ ነገር ብቻ አይደለም የህልውናም ጥያቄ ነው የሰላም ጥያቄ ነው። እና እነኚህ ሁለት ሀገሮች በሰላም ሊኖሩ የሚችሉት እኩልነት ፍትህ ሲኖር ነው። ስለዚህ ናይ ቁጠባ ጉዳይ ጥራይ አይኮነን ናይ ህልውና ጉዳይ ውን እዩ። በዚም ክልቴም ሀገራት ብሰላም ክነብሩ እንተዳ ኮይኖም እዚ ፍትሓዊ ዝኾነ መወዳእታ ክርከብ ኣለዎ ማለት እዩ። ታፍትሕ ማለት ኢትዮጵያ ዓሰብ ክትረክብ ኣለዋ ማለት እዩ። ሳያ ታፍትሒ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ በዓለም ትልቋ ወደብ አልባ ሀገር የምትባል ኢትዮጵያ ነች። ለባህር ርቀት ደግሞ በጣም አነስተኛው ርቀት የኢትዮጵያ ነው። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ በሰላም መኖር በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። እና ለወደፊቱም ለትውልድ ተያይዞ የሚመጣ የሚወርድ ችግር ይሆናል እና መፈታት ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ እዚ ንቀፃሊ ትውልድ እውን ሰላም ዝህብ ስለዘይኮነ ሓደገኛ እዩ። ስለዚ ብኣግኡ ክፍታሕ ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያ ብዝኾነ መንገዲ እዛ ኣብ ናይ ጉዕዞ እግሪ ርሕቀት ትርከብ ዘላ ባሕሪ ናይ ወደብ ዓሰብ ክትረኽባ ክትክእል ኣለዋ ኢሉ እዩ ዘጠቃልል ዘሎ። በሰላም በወንድማማችነት መፈታት ያለበት ነገር ነው። ደግሞ በእውነት ለዘለቄታው ለሁለቱም ጥቅም ነው። ለሁለቱም ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም ከተወደደ ጊዜው የባህር በርን አስመልክቶ እና ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ወዲሁ ማለት ይሳያ ታሕልሚ ከምዛ ዝበልናያ
سلسل مرات إسا تقريبو بتحدوغن نغن اللاوت مخلينا عصبهمنا بغندر كا حدا يجرام مريت نهبوم سلسل بو هندكس نخلينا تا ملوات تبهال نساء مالتي بتحدى نعصب ناي حبار ناي كلتينا كتما غيرنا سمح داركم نهلوها غيرنا خلتينا هنتكم الله نخلينا ناي حبار واننت يهلونا يلو سالساي كا تسليتو حلمنا تتقايلو كونفدريشن وي فدريشن تغيرو غاوتنا بحر حطوب وبيلو يفتح امود داتانا كلاتنا تقمي وانت زي كوينو كن زو غداي سلام كوبو ما يكون ان ايرتراويان يتدلو بيرتراويان زي ساعات وحسابيو كن ولك ملاخي سياس تاع مفتح يبو من ديهم تزرا همو بتسال الله تكون قصال مش ابي خلو خلو تاع مفتح قليل ترقم ما يكون ندلوا ابي احمد بعلو عويلو مس إساس من دمار مالت عسب من مقال مالت يلو إساس عويلو زغلتي هزب حدا هزبي يلو لكعنا زغبلو تصنحة مالت خال فدرشن العلي يسوتينا إساس قوانقوا حدا هزبي يفرلي اللو يلو ززارب سمنا تحق ذي فلترا يلو نقال تهزبي إرترا ندمت هزبي إرترا نبهق هزبي إرترا بكا أباخينو مالت بناتو عيني لازم نزخم عين السرعات يو يوم يوم جنرالات ناي ناي إرترا زغل غلو زلو زعوا هاجر زعوا حزب تأكيبهم تايز خون زلو هن تقال كي ترفه بهاجر درجة منغست درجة مخاب أكنم بارلامات زرب قدعي نبحري نبريت الملكات ويو قدم بعلو بعدم ما يلوندي بعلو ذهبون مريت كنات أوجو بكا خندي سبلح حبيلوا مسدما خلا مالتي جنا إرترا مسدما خلا دما سمكيقو كلايك زي خان نو نايدو قداي كوي نبرن قلت بحيلو خا قيادن ناي مود داتان نابل اللال نزبلو عسر عمت نزاسات ايو هزبي ساقام يبولون سقيل كاترا يبقوندرن اب تقرأين موتي لوو ترقم ده يقولون أجر مالتي الجهات حدقاء اللو مالتي ندعبه خيدا اللو أمونغو زمكلتي أمرات أوري لهم بحنساب نتدقى في هزبي إرترا زخونة دجن هزبي إرترا خون زقبو زخل بنبرة هزبي بكا سألا أخ قبرو تقالي سوم نزحل في كل تسلست عامتات هجي كم زيد بلنا يو بقنياتو قيح مبرهات تولي علو مالتي واب إرترا يا جنرالات ناينا إساس جن جنا دكيسهم يمدلوهم تريهم دلوهم بسبورت بقلي زانيو دمو دمو يساتيو ناي حرش حساب قبرو نايتي بقى ناي قذيو ناي معلتو ناي بيت ما أسرتي ناي قلب قبون داوا أهللو يمدنو برو دلوهم دحارة مول داتا ناي مقابر قداي حالي مالتيو سكي خندي يساب انتاينا خمي قيرو ميمد قبرونا قلب ناهيوتو ناهيوت هاقر كي حساب مالتيو هذه إثيوبيا وين أبز درجة دي هذي نايكن محمود تعمت يا أبز وانزي هذي درجة دي أبنا وسوقف أبي أحمد نزي وريشي يجروه بايزوا يا أبي أحمد كل نجار كأني حيز قبرنا ينايس بعلم أكال يعمر له توم إثيوبيا وين سواه أنا أتكلم من هذا معلتي أبي أحمد قال كمان أكيرني نايس بع حجب زرق أنقاط كابز تقيم له لفتها مدرنا تيلو أبكر من فارلا ما زغرة حفرتون يبلون سب عيسومعوني دي دبل نتخال نجرة بق أنا يكستو أنا يكستو خيبة لخمزان أتو جيريزم تاع تقام من لوات كم زدو خم تدون دابلة كلنا يبع ال دكتور ياكوب قليو أراري وامسي وزلفتي كلن تنسبه لابا بجغراف بتاريخ بقلي بقطبة زخانا إيرديتو سيهلا أنا إيرديتي لون مخلو زي كوي نت argument كاب أتوم زغور حيو نجي بقندو ولكم الأخي إسحاق أفدق هيبوم على تين إثيوبيا وين التوابيعهم الأجندة جن ما حد ترى ذي كان أتمنى من كل أخي ترفع أجندة خوينه تعسب ترسي على نبرة مالك زحلة في ثلاث عامتات أبزحلة في حدة عامتات تدمرنا المستبهلة المت مستفز أما بنات إن تيرترا نهلكم من دجنانا بحرقة أتمنى خمزي أبونا ونام زيامي هاجراوي أتولد أتو 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 إبراهيم سجيد زبلو
بجعي بجعي بعلي تزنجعي بالكوينو كم زناي بزحات درفتون قدم ناي تعساز تزاربو زدرفو هزبي ارترا عوانو اب ايد كخلو لمانو زبتبهالي بكا الرقاق يصنايو نزبهال بشم بانديرا تراي كوينو انتاي كم زلو بوشتو تفلق سبيل لنحج تراخيبون بزعبا قداي بزعبا قداي انتاي تخون زلو الخزارب عدل يبلون مغنياتو تشارني رمس إساسي هذا الله بزدلي اوان يخفتافتي بعلات كهون كله تراي سبك جدر ترايو ذر حولو نعو خودس مالتي نعو كتصبابو كاو حاليفو ترقوم ذلو اي كونان تا ارترا والكاوانين إساسي هذا الله يقبرا تدليو يدمرا تدليو قدلا تدلينو ابكيناتي وفرا سلزي ابكم دخونة تاتينا ذلنا مو جنرالات يبلنان سراويت يبلنان كم حزب جن حزب كله خلال له موداتها انت اي قدنا يلو حتت خلال له لازم ننتزي كل عينت مسواتي نقبر نقرب على لنا انت زي كوينو جن نابز درفنا اي اتو ابراهام سجدينا نملس مالتي ناب تعسا ناب عدا ناي كالوت نحنا دحار جن ززمت زلو ولدو كم زين إحنا أز قبرنا وكم زين إحنا نتوك أدكن مين أز نبر ولدو أز قبرنا حدقت قبر لنا يكون مخنية تزروئنا قري ما مخنية تازب بهاري بلو كندي واقع تخفيلو كندي مسوعة تخفيلو كندي متنقاطع حليفو زي ما تزلو نقر سلزخوني بعلي إساس بتكبر لناتنتي إرترال ولونتي إرتران مقلباس زي بسحور حقت يلن سلزي دحرزي حلقت كجبر الكاخ كحسب يبلو نتي مساء ولدو بكا كم زي ترقا قام نبلو كم زي معلون ريزلنا ناي بعال فلسطين واي إنا بلخ وارد ديو مخنياتو كلو تي زقبرو سحتت نبعلوم والكملاخي سياس كلو جيرو لهم دينا تهزبي الداخيمو وابيلو كلو نقرات جيريو عبلعليو قنساتهم كابتنا يكادم جيقوم تماهيروم سلوزلو مفتحون قليل يكخوني مالتي وانس الحرام ليت عز عدل ذي عملت بقى أقوس قمت توصيله والكمال أخي إسياس بهذ بيرترع تقطيعه نهبعلو تكالات جرو نربحه وزحله طبعا مزحله لك حمد الزوم يتوبيا وعند جبرو ذلوا ذلون ذيلون موجود جبرو لون إحنا عند حقه ومسرت لنا لازم نتحقه ومسرت ذلوا قلنا إحنا نكاله خلوا بحقه يكون بقوله مدى حجة أنا مود أتعدل كذي أتحالفة نزو كل ما مخنية تاتات أمتي أمن دحر سقيرو ماقن كبيد كخونيو تعداخا نولودو تات بكا نهزبي نهاجر نتي بتا ولودو ذا الساقي خوينو كهاسير نايمو لبنا نعبيت راينا نبل ندلي بتلقا قامو خمز بلنايو لبها بنا نخلاتنا يغني اللي I'm gonna make it.
يا أبونا أتو إبراهام نتي ناي نايتشر وان جنريشن نتي ناي تو وان تي ولدو تاسا صموك أبلوم يا مقري ومن الناس نحب الناس اللهم تريو ذلهم إذا خي دقم حدرا هاجرنا خنعك بحدر سماعتنا خنخبر نمس أولدو خا حدق خنقد فلو كابسقاي حرا خوينو كسلي حرا خوينو خنبر كنت عرال لنا إذا حر حدا قد يهم زر رابلنا هنزارب كلنا هتمالي رني رزي كومنتسي أماني ألسي مس سلينا يا محرا يتوت أميقو مثلين نتولي جودو قليل زارب نير حدا محرا يمثلني كومو يكونن تغم من اللوات ذو حجز بلوم دولو ساقم يبلنان كوم فتحاو من قدي تغم من اللوات نعنا رب حناي ما مهم انتقى يسألكم نير قدمي عصر تحموشتو ولا عصر شوعات عسر عامتا تخون صحيفة نير خوم إلا هق نفسي زوي جبوتي تكمل ذللا مالت بجنزب تخصب ذللا أنا وده بقول قلوت إن إثيوبيا سلمت هذه خفص قيلو حد قيادن وده أثنا نقبل لال دبل ذللو إلى صحيفني يا رمال سفيح سفيح صحف بكم سرعة تمخسبن قلن بمصنعتها وعين الزمسل مالتي نو بحطير الصبح ما أدينا قريفنا كم ذي الناس عشر عمتات ولا خلي عمتات نتف ذللنا إلى صحيفني رز لذي أوي كون أنت سجم بفتحوا من قدي ناي وده بقول قلوت من مقال ولا حنت شجر يقول ناي وان النت قدا يوزار بالنازلو حقا وان النت ناي ذي وده ناي زقم جم بحري ناي حزب إرترا يو بفقاد ناي حزب إرترا تسامع خات وعيل كات ومنا تلاوت كات بخلت خات تسامع حلو من قدي سقم يقول نام حراي دي ولا دوب السودان دي ولا غابون تحتي ولا رواندا هاي طرفه نحر بز السلطم كوينو شجر يقولون أفريقا بقولوا ختكم ملو شجر يقولون هذبي إرتاح ساب زف كده مالتي وان النتوجن حجاوي وان النتوجن ناي هذبي إرتاي إذا كل لو ما علتكم سمعوا ذو علنا تقولوا أبي أحمد بأمهوي إذا قربوا مقوت جن زعبا وان النت يو ذا ملكت بر تقمد أم خاب جبوت له رخبي اللون جن زم دخفوا له خاب رخبو اللون تايز زار باللون حجب زعبا عسب زعبا حدا زعبا قم كأيح بحري سلذي أبزخ سحتي بالنان مالش تي نحنا بتروفات كوننا بكات عميتنا عمود سلي تقارير سلنا برنات محرات راي راي الناس لذلوا ترسراوي تقلي كنا جن بفتحوا عين خر أخلو بأنصار ذخ ربوت صنح مقط زبيرترا حجاوي وانا ناي جم بحري إرترايو عسب أكل ناي إرترايا كاوي هات بقص دحر مالتي كنت كمالو تفكو دولنا رو بخمين قبرو ديسكاونت قبرو لنا اگر اختبال تخيلي هاو او شكرا يكونا لزار بنا ظلونا ايوان النت قد دائم برك ساب كندو تعاميثنا يكونا قدم تماغيثنا اللينا قنزب كمان خسر اللو هزبير ترام سكيناي وقالو سدد ظلو خلطة بليون دولار نعامت قليل نقر ايكونا بعيني هزبير ترام خطري اخلها بزرح مالسي انفاكت شعو زبلنا يو قال زخون از معدن قليلهم زجهارو لزلو تزبلت معدن تودبي مغنياتو مسعبيتنا ايتوبيا وطبانا ايتوبيا اندعابي بزخد اللقوان اتي ربحوخا اندعابي زخي تزخف لوطرا يكونن ناوز قبرو من مللاس اتي اقول قلوت نبعلو زفترو سرح قليلا يكونن سرعات اساس قن تقل الله بلو بزي حدا قدل نتبحر المريسن ايرتران اب ايتوبيا خركب اب العليو نسو زفان كدف ترايو الحلمو خالي وراحن تأجن لابلون برتار هاسبكو قبرو زخيلي يتي ايرترا بزلوات اقاتات كترخبو زقباء زنبرا ربحا ما ننمسب مراحق ما نيادلين حالة تار هاسب انا نبعلي ابدا خوفي لكو قبرو زخيلي نبري وراحن تعابنا قرايكونا سلزين بزعباز التفاعات زينا نزارب زلنا حجيقن كابو زخف ايرترا ندحريت مملاسا خي اكل هزبي ايرترا مبتتانو خي اكل أبلعلي هو إذن بلوز لنا حدقة ينسألالو مهلاو أبرئس خسارة خسارة مهلاو زملكتم مونزي أفتها تشاف فينا بس إحنا ذل لنا حج كابدي عند حار نتخيل عن تمليتات وديو مالتي تي عقبت تبدو قليل لا يكخونني أبزا ساعد زي عنزي ثلاثان تلتان عمتات قدفو وثناي قالتي كل ذبولو نزهزبي نسو دحان نلقات
تيب كان نبتات هسان حدا تتمليسنا نبتال الأولونت مالش ناي الأولونت ناي وانونت هاجرن ناي بحرنا نتمليسنا شعو نتخسارة خمس جنون خلينا جن الأولونتنا نمخبار عنكفات كوين زلو أوجتي إيرتراب حمبرتي إيرتراب كبدي إيرتراب زلو سلا والكملاخي إسحاق نجابري أبخون وزلو يوم حسوسات جنرالات يوم سلادي لو تخمل تخلع له إيرتراوي إذا بالسبب أنت ده هل يهون إذا حق زي بقى كله حكم له خلع له بكحدات كنبر يبلنا نو أيكون زي قلنا بالك خب قالت مهدام كبك خلع له ما مخنيتها كب نقالت تهكيت نتي لوجيك نتي رتعي كعورنا يبلون كبل دلي أنت زي كونه قلنا أتنا حوار تغمي زبهل تغمي يبلنا بأسنا ذلوا والنت نايمني وحقا والنت نايمني وزبل إيو إذا بقى السيس ترقاقس إيه بحقا ومن قدي برفرندم ترقاقسو إرترات بحال هاقر الله أما كذا تاو دوب استمسرته دوبات ذلوا بحري ذلوا لقلاويت هاقر الله مسوعات زخفلت نروخا بحق ذرقاقسو تو قاونا دحار تخنو واقن خلينا شقري ولون تغمن اللاوت سلزي سيتي مقوتنا خنبل دليناي نمبر سلز تعمتنا يكونن لازين تتعميتو مسواتي هزبي ارترا خحيدو بي هزبي ارترا ذلو ربحا هاقرن هزبن دي حلو سرعات نعيو خنما قوتو ذلنا خبل ذلي يغني لنا بروخ ليه تقبل لنا صباح وخالة حسو من لسينا السلام ليتي تانكيو